عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي فيك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب بتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليه دي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا حلقة جديدة ويوم جديد من عيش سعيد ويا رب دايما كده عايشين في سعادة وطاقة إيجابية يا رب أمين إن شاء الله وعلى طول كده مبسوطين ومتجمعين عندنا هنا في عيش سعيد ويا رب دايما يكون البرنامج بيعجبكم وبيحقق غرضه وهو إنه يخليكم كده تتفرجوا علينا وإنتوا مبتسمين وطبعا مع تنوع الأخبار والفقرات والضيوف اللي بيكونوا منورينا كل حلقة بتكونوا بتستمتعوا وبتقضوا معانا وقت لذيذ قبل ما نبدأ ونقول لكم عندنا إيه النهاردة خليني امسي على سهى ازيك يا سهى عامله ايه اخبارك مساء إيه؟ الجمال حبيبه قلبي بحب امسي على كل الناس اللي بيشوفونا وزي ما لينا قالت لكم كده ان شاء الله دايما تكونوا بتستمتعوا معانا وبتشوفونا في الويك اند ويك اند سعيد عليكم اجازه تبقى كده كلها نشاط وحاجات حلوه واخر الاسبوع طبعا بيكون دايما الناس بتستقبل الاجازه كده غير اول الاسبوع يعني ده كده كده الخميس جمعة سبت بيبقوا غير أول أسبوع يوم الحد فإن شاء الله في حلقتنا النهاردة تكون في فقرات لطيفة بتستمتعوا بيها وأخبار معنا خبر عن رياضة القفز بالحبل وأخبار عن الذكاء الاصطناعي إزاي دايما بنحاول نجيب لكم أخبار يعني برا الصندوق بعيدا طبعا عن الأخبار اللي احنا بنسمعها كل يوم والأحداث احنا بنحاول كده نفك شوية في عيش سعيد ونفصل يعني مدة الساعتين دول أكيد يا سهى برضو انك تفصلي مفيد جدا للصحة النفسية يعني ينفعش ان انت تبقى على مود واحد او وتيرة واحدة طول الوقت لان طبعا لازم يكون في الجانب ده والجانب ده عشان لو قعدنا كتير في ستريس او ضغط ده ممكن يؤدي لمشاكل صحية اصلا ساعات بيقلب الناس بمشاكل صحية شر بره وبعيد طبعا علينا كلنا وخليني اقول لكم بقى النهاردة ان احنا عندنا ضيوف مميزة جدا جدا ومختلفة جدا هنورنا محمود فؤاد مؤسس مبادرة يلا نلف مصر وهنلف معاه مصر بس بقى من خلال الاستوديو هنا هو بقى هيقول لنا احلى الاماكن في بلدنا الحلوه وهنعرف معاه ليه المبادره دي بالذات وايه اهداف المبادره وحاجات حلوه كتير كمان هيكون معانا النهارده نوران وليد وهي بتصنع محتوى بس بطريقه مختلفه جدا يعني الناس اللي بتقعد تقول البنات ملهاش في العربيه وفي السواقه وفي الميكانيكا والحاجات دي لا يا باشا احنا قدو قدود والنهارده نوران كمان هتثبت لكم الموضوع ده فان شاء الله ضيوفنا النهارده مميزين جدا وعندهم افكار جديده فان شاء الله متحمسه جدا للحلقه انا النهاردة. كمان متحمسه قوي بضيوفنا اللي هينورونا النهارده لان فعلا مصر جميله يعني في اماكن كتير قوي يعني لو الواحد قاعد يستكشف كل شويه هلاقي ان لينا راحت اماكن انا لسه ما رحتهاش وانا رحت اماكن لسه لينا ما رحتهاش وغيره 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 هتلاقي دايما في كل محافظه في محافظات مصر حته جميله انت لسه ما زرتهاش فالمبادره دي اكيد ليها شكل تاني وكمان السواقه طبعا دي منطقتي انت عارفه انا هستمتع جدا بضيوفنا النهارده وكمان في الفقره الثانيه عندنا اقتراح خيالي شويه وهو افتراضيه الحياه على القمر يعني تخيل كده نشوف سوا شكل حياتنا ممكن يكون ازاي لو قررنا ان احنا نعيش على القمر وهل يعني الناس ممكن توافق يعني لسه هنسال الناس في الشارع هل توافقوا ان انتوا تنقلوا كل حياتكم كده لو جالكوا فرصه عمل في القمر يعني موضوع غريب شويه بس هنتناقش فيه ان شاء الله بكل حسن احنا نفسي كتير قوي في الموضوع ده اللي هو يعني فرصه ايه في القمر تخيل مثلا سواق تاكسي في القمر ده او سواق توك توك ممكن يبقى ليه شغلانه على القمر يعني بصي انا دماغي شطحت لحاجات غريبه لما انت جبتي سيره الموضوع ده خيال في القصه دي فعلا بس في فقرتنا الثانيه فخليكم معانا اكيد يا سهى وطبعا ما ينفعش اختم الانترو عادي لا لازم احط التاتش بتاعي ولازم كده اشوف السوشيال ميديا بتقول ايه والفيسبوك والانستجرام وتويتر بيقول ايه فاروح ايه غشه كده
كام حاجة واشوف الاكتر حاجة كانت عاملة كده جدل على السوشيال ميديا واسأل فيها سوا على طول. طيب خليني اقول لك بقى سوا واسألك يعني ايوة في ناس كده معينة ما شاء الله عندها طاقة تفاؤل قنبلة تفاؤل ما شاء الله طبعا بتريق يعني قنبلة يعني احباط وتشاؤم. في ناس بجد بتبقى مصاصة الطاقة عارفة لو مش مصاصة الدماء فامباير دي فامباير بس في الطاقة بقى اللي هو تلاقيكي فرحانة ومبسوطة انت مالك فرحانة كده ليه ده واحد واثنين وثلاثة ومشاكل الطوب الارض وتجيب لك مشاكل من موزمبيق عادي اللي تصدرها لك في وشك عشان بس ايه تشفط منك الطاقة الايجابية. ناس ممنوع عندها الفرح والمرح ناس ممنوع عندها الهزار الفرحة ما بتخشش التاكس خالص ابدا هي ناس كده من داي وان وهي بتحب الكآبة والدراما وتيجي تتفائل معاها او تشير معاها فكرة لذيذة او مفرحة تلاقي دايما الرد سلبي او الرد اللي هو عارفة الرد مالكوا في ايه اللي هو الرد بتاع كله رايح كله عم ضياء هو الفقره دي سبونسرد باي عم ضياء ليله الدموع عارفه اللي هو انت كان لازم تبقي موجوده في الموضوع ده من الافيهات برضو انت منع الفرحه تخش التاكسي ما انا لسه قايلاه دلوقتي هو منع الفرحه تخش التاكسي والبيت والمصنع والشركه وكل مكان في ناس فعلا مصاصين الطاقه فعلا دي سوها موجودين في حياتنا كلنا اللي موجودين في الشغل موجودين في الحياه موجودين في المواصلات موجودين في لو انت بتروحي نادي لو انت بتختلطي بمجموعه هتلاقي دايما في فرد كده اللي هو 0.01 في اللي هو الشخص ده اللي هو بيسبريد كده نيجاتيف انرجي للناس كلها اللي حواليه. بصي مفيش شك ان كلنا بنتعرض لنوبات اكتئاب مش عايزه اكبر الموضوع بس كلنا الحقيقه ابس اند داونز طول الوقت في حاجات بتفرحك وبتبسطك وبتبقى يومك سعيد وجميل وفي احيانا بتبقى خلاص هو انت عندك مشاكل او حصل معاك حاجه ضايقتك في تفاصيل كتير قوي في الحياه فكلنا يوم كده ويوم كده ففي الحاله دي لما انا شخصيا بعمل كده انا لما بكون تمام واليوم تمام والمود حلو وكل مية حاجه 100% تمام بتعامل مع الناس وبنشر شويه من اللي عندي لما بحس نفسي داون شويه لا يعني باخد جنب علشان بجد هي الطاقة عدوى زي الضحكة عدوى فالطاقة السلبية دي عدوى أنا دلوقتي لو جاية مودي مقافل وعندي مشاكل والناس اتعاملت معايا وأنا قافلة وارد جدا ان انا بشكوايا دي ان انا اقعد اشتكي اطلع الطاقه اللي عندي دي اصدرها لك فانت كمان تشوفيها غامقه يعني بتشوفي كل حاجه غامقه فحتى بعد ما تكون انت حتى عندك يا ستي ان شاء الله بجنيه امل بقى خلاص مفيش خالص الجنيه حتى اتصرف يعني فاهمه فاي يا جماعه بجد يعني زي ما سوا قالت انا مش حاسه ان انا ممكن اضيف اكتر كلام عليك انت قلتي كل حاجه ان كلنا اكيد عندنا مشاكل وضغوطات وحاجات مش لطيفه وبنتعرض للسوشيال ميديا لحاجات ممكن تخليكي في بعض الاحيان دماغك تسوحك شويه في حته ان انت متشائمه قلقانه خايفه ستريسد الكلام ده كله بس يا جماعه خلينا دايما الحاجات اللي فينا جوانا يعني بلاش قوي ان احنا نقعد ننقل حاله الذعر او حاله القلق للي حوالينا لان خلي بالك لو انت قوي ومن الناس اللي مش بتتاثر في ناس شخصيتها شويه بتبقى يعني بتتاثر جدا 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 وخلي بالك ساعات الموضوع بيقلب معاها مش نفسي بيقلب عضوي لان من كتر الاسترس او من كتر التشاؤم ممكن تلاقي حاجه وجعاها صدعت جسمها بيوجعها فجاه عايزه تقعد في البيت ومش عايزه تختلط بالناس فعارفه قولوا كلام حلو يا جماعه شجعوا بعض خلي يبقى في كده طاقه ايجابيه حتى في الخناقات يعني مثلا انت لو في ناس لو انا مثلا عندي مشكله او خناقه او حاجه تعرضت لها وجيت حكيت لك انت نفسك بتلاقي ان انت اتحطيتي في الموقف ده او رايحه بهجوم او بطريقه عدائيه للشخص اللي قدامك عشان متخيله نفسك في نفس الكيس دي فده فعلا بيبقى انا نقلت لك طاقه معينه او انت نقلتي لي طاقه معينه فلو مش لازم يبقوا لوحدهم لو حصل مشكله مع حد مش لازم يبقى لوحده زي ما انت قلتي كده ما يتعرضش ان هو بس ينقل الطاقه دي للناس بس على قد الحدود كده لو في حد بيرتاح له ويحكي له وخلاص عشان برضو كتمان قوي في النفس ده مش احسن حاجه أكيد. لصحه الشخص. طيب احنا يا جماعه ما بنتكلمش كلام كده في الهوا لازم ناخد راي العلم في الموضوع ده فاحنا منورانا رباب الششتاوي خبيره علم الطاقه الجامده جدا الو الو ازيك يا رباب عامله ايه اهلا يا حبيبي اخبارك منورانا في عيش سعيد
ميرسي. رباب، طبعا بنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو انا وسهى بصراحه متفقين فيه جدا، فكره ان الطاقه عدوى وان في ناس مصاص الطاقه، فلو واكيد الناس دي مش هنقدر نخرجها من حياتنا لان هما بيبقوا حوالينا في كل مكان. لو انا صادف وقابلت شخص بس هو الشخص ده عمال يقول لي كلام سلبي كلام سلبي كلام سلبي، فازاي احافظ على طاقتي بحيث ان انا ما اتاثرش بالكلام ده؟ ابتدي اسبح بيني وبين نفسي، يعني دي الحل الوحيد. يعني المفروض ان انا بقفل كف ايديا او برب، يعني بقفل ايديا على بعض وبحط رجل على رجل واقعد بقى انا جوايا، ببتدي اسبح، ببتدي افتكر حاجات كويسه عشان ما استجبلوش. بس يعني عايز اقول لك ان رغم كل ده ممكن فعلا يسبب لنا فعلا طاقات سلبيه. دي بتختلف من شخص لشخص، في ناس حساسه بالطاقه عن ناس ثانيه. يعني الستات بيستقبلوا الطاقه اكتر من الرجاله. فبرضه لو عملوا الكلام ده برضه هيحسوا بشيء من بالوجع بعدها، بقى ممكن يمشوا، ممكن ياخدوا شاور بميه وملح، يحاولوا يطلعوا الطاقه السلبيه. يعني رغم كل الحاجات دي احنا هنقلل من كميه الطاقه اللي احنا بنستقبلها، بس برضه هنستقبل. طب دكتوره رباب، عايزه اسالك مين هم مصاصين الطاقه اصلا؟ خلينا نعمل لهم تعريف كده في الاول. اللي على طول الحسودين. يعني اللي شايف نعمه عندي مستكترها، فهو طول الوقت جواه عدم رضا، ده حتى لو ساكت بيجس طاقه سلبيه. والشكاك. هما الاثنين تقريبا بيبقوا وجهين لنفس العمله، ما هو اللي بيشتكي مش حاسس بنعمه عنده وشايف نعمه غيره. فالاثنين دول وجهين لنفس العمله، بتبقى طاقتهم السلبيه عنيفه جدا 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 فوق ما تتخيلي يعني. صح صح، دي حاجة مهمة جدا. طيب ازاي دايما اخلي طاقتي حلوة للي حواليا؟ يعني دايما تبقى حاجة لذيذة قوي يا دكتور رباب لما حد يكون عارف لينا دي لذيذة قوي، معروفة وان هي ايجابية ودايما كده متفائلة ولذيذة. سهى دايما معروفة ان هي شخصية محبوبة، فازاي دايما اخلي انطباع طاقتي حلوة للي حواليا؟ دايما ابقى في المنطقة الايجابية، دايما ابقى راضية، دايما احب اشوفهم احسن. يعني انا لو شفتك وعايزه كل حاجه فيكي احسن، فانا دايما هقول لك ده كده حلو، ده كده جميل، الله عملتي حلقه حلوه. فلما بحب اشوف اللي قدامي احسن بتوصل له طاقتي طبعا، وبمده بالطاقه الايجابيه. حلو قوي. طب هل الافضل ان انا ما اتعاملش مع الاشخاص اللي هم زي ما سميناهم مصاصين الطاقه؟ يعني انا لما يبقى في حد في حياتي من الاشخاص دي اللي هي غير راضيه وشكايه طول الوقت، الافضل ليا ان انا احاول اغير منه ولا ان انا ابعد عنه تماما؟ لو قدرتي تبعدي بعيدي، بس غالبا بيبقى حد ملتصق بيكي. يعني ساعات بيبقى حد من الاسره، حد في العمل في المكتب اللي جنبك. طب في الحاله دي اقدم نصايح ولا اعمل ايه عشان اخرجهم من المود ده اللي هو ان انت دايما بتصدر لي طاقه سلبيه، دايما بتشتكي؟ لا هم ما بيخرجوش، انت اختصري في الكلام معاهم وحاولي تركزي في شغلك. مفيش امل يعني. لا لا لا، الحوار معاهم مزعج جدا ومش هيجيب همه. لا ما بيستجيبوش للحوار، لانه عدم الرضا ده حاجه جواهم مش هتخلص. يبقى بعدين قلت لها ارضي خليكي كويسه الحمد لله، تقول لك ما انتيش حاسه بيا يعني. دي حقيقه بيعتبروها نوع من النداله ان انا اختصر معاهم في الكلام او ان انا ما اسمعش لمشاكلهم، انه انا كده نادله مش قادره استقبل مشاكلهم. بيرفضوا التوجيه. فاحلى ان هم معانا نتفرج على التلفزيون مثلا، او في الاسره بتاع نحاول نغير المواضيع لمواضيع كويسة كده، نقابلهم في مكان مفتوح يستوعب الطاقات السلبية. يعني على قد ما نحاول. دكتور رباب الششتاوي بجد بشكر حضرتك جدا وميرسي على المعلومات القيمة اللذيذة دي، وإن شاء الله تنورينا أكيد قريب في استوديو عيش سعيد. خلاص يعني واضح ان مفيش امل فيهم. طب انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تطلعينا، انت استاذه لينا شايفاني انا من اي نوع من الطاقات؟ لا ما اكيد طاقه كويسه، عشان لو اكيد مش طاقتك كويسه اكيد مش هكمل معاكي سنتين في البرنامج، يعني اكيد كنت هربت منيهم يعني اكيد. لان خلي بالك انت ممكن طاقتك تطفشني من غير خناقات، خلي بالك. هي مش لازم ندب مع بعض عركه ونفرج الناس علينا عشان ما نشتغلش مع بعض خالص، لكن في ناس من طاقتها السلبيه تطردك لوحدها، اللي هو انت بنتي ليه فلان ده مش مرتاحه له
له ليه مش عارفه ايه، لا 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 مش قادره، مقفوله، عارفه لو اساسا مقفوله من غير سبب. أيوة. هو بتبقى كده، هي كلمه مقفوله هي دي. فدي على فكره جديره جدا جدا ان هي تخليكي تهربي من اي حاجه مضايقاكي، يعني ده عادي جدا. طب يا سهى، بعد ما اتكلمنا في المكالمه اللذيذه مع دكتور رباب، طبعا عايزين يعني نوه عن خبر جميل جدا ويوم سعيد جدا ومبارك للاستاذ هاني العتال بمناسبه فوزه طبعا في انتخابات نادي الزمالك. هو طبعا حصل على نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، منصب مهم جدا، وطبعا ان شاء الله ربنا يوفقه ويقدره ان هو يقدم الكثير قوي لنادي الزمالك، وهو من الناس اللي فعلا كانت بتحب النادي من اول يوم واللي قدمت كثير قوي لنادي الزمالك. وطبعا احنا متفائلين جدا باللي ان شاء الله هيكمله هيعمله للنادي. الف مليون مبروك لحضرتك، وطبعا لكل مجلس الاداره في نادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يتالق اكتر واكتر في الفتره اللي جايه ويحقق كل البطولات وكل الفوز ان شاء الله. طبعا يا لينا، اسره عيش سعيد وكل قناه اي تي سي بتبارك لاستاذ هاني العتال، وكمان بنتمنى له التوفيق في الفتره الجايه لان هيبقى عليه مسؤوليات كتير قوي، فالله يعينه طبعا على الفتره اللي جايه من مسؤوليات. والف الف مبروك لحضرتك مره كمان. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ونروح ندور على فرصة حياة جديدة بشكل جديد على القمر، هل ده ممكن يبقى مرضي للناس؟ ولا في ناس تقولك لا يا عم، ما أنا حلوة هو، ما أنا جميلة هو على الأرض وعايش ومرضي، اللي يوديني القمر يعني؟ لو في قمر، في قمر كده يروح القمر بالله عليكي يا جماعة، برضو بثبت المذيعة اللي معايا. بيعيش دايما في المناطق الباردة. بارده. اوكي، عروستي ما استفدتش، ما بيقدرش يطير يعني، شفتي لو طير سبحان الله، بس ما بيطيرش. بغبغان. بدانا نسوق للاماكن، يعني دهب لوحدها، طابا لوحدها، شرم لوحدها، في متسع معاك من الوقت والماديات تسمح اطلع. ووفرناها برضو يعني ايه، بالتعاون مع اكبر شركات سياحه في مصر، ان احنا نوصل الفكره ان مش شرط، انت مش لازم تبقى غني عشان تزور الاماكن دي. من سنتين كده قلت يعني، فكرت لقيت في محتويات كتير قوي عموما للسيدات والبنات، بس ده مش موجود. محتوى عن السيارات ده كان موجود، كان في زملاء ليا بيعملوه من فتره، بس ما كانش كتير، ما كانش منتشر. فقلت ليه انا ما اعملش حاجه زي كده تفيد، يعني تفيد السيدات والبنات. فجت بقى ساعتها، هي كانت قرار لحظ يعني بسرعه جدا، وفعلا يعني في يوم واحد كنت مقرره وعملت الاكونت وكل حاجه، كان في يوم واحد. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. والحياة على القمر فرضية، ممكن تكون مغرية لناس، وممكن كتير قوي تكون حاجة غريبة، او في ناس تانية تقولك طب ما اجرب من باب الفضول، انا عايز اعرف فيه ايه اللي بيحصل في القمر. طب انا مبسوطة هنا بحياتي على كوكب الارض، بس عادي ممكن اروح واجرب واشوف لو عندي امكانية لشكل حياة جديد على القمر، ممكن حياتي تبقى عاملة ازاي، ممكن ابقى عايشة ازاي، ممكن ابقى بشتغل ايه على القمر اصلا. هل لو عندنا الامكانية دي ان احنا ننقل حياتنا ونروح كده بحالنا بحياتنا بكل الناس اللي معانا، ونروح ندور على فرصة حياة جديدة بشكل جديد على القمر، هل ده ممكن يبقى مرضي للناس؟ ولا في ناس تقولك لا يا عم، ما أنا حلوة هو، ما أنا جميلة هو على الأرض وعايش ومرضي، اللي يوديني القمر يعني؟ والنبي لو في قمر، في قمر كده يروح القمر بالله عليكي يا جماعة، برضو بثبت المذيعة اللي معايا. حبيبتي لا، انت بتقولي نشتغل نفس شغلانتنا في القمر، اللي هو مذيعة في قناة القمر الفضائية الأولى، فاهمة؟ مذيعة في قناة الفضائية بلس مش عارفة إيه، فاهمة؟ ناسا بلس. لذيذة قوي. أيوة ناسا بلس، فاهمة؟ لا وأكيد هنبقى بنطير يعني، فاهمة؟ فاللي هو طالعين اللي هو جاية إمتى يا سود؟ ده أنا طيران وجاية لك. أنا جاية طايرة وجاية لك حبيبتي. لا واللي هو بقى فيش كنب بقى عشان يعني نقعد كده، عارفة اللي هو الجاذبية. هيبقوا مثبتين لنا زي بالونات الهيليوم كده، عارفة من تحت بتق إليه. أيوة بالظبط كده، أو نقدر إن نحلق في الفضاء. والله يا جماعة حاجة لذيذة جدا، طب ليه لأ؟ على فكرة أنا بقول لك أهو يعني، وافتكروا بقى إيه، سجلوا الحلقة دي عشان ما أعرفش كام سنة قدام تترحموا عليا تقولي والله يرحمها الست دي قالت والله كلام درر. والله هتحصل في يوم من الأيام. هتحصل؟
هتحصل وفي اجيال هتعيش على القمر وهنطلع عادي. القمر ده هيبقى بالنسبه لنا صد رد زي الساحل كده، وعامه نخرج النهارده في القمر ونرجع. بالظبط، اللي هو هنتعشى ناو في القمر ونقرأ بروبوزل في القمر فعلا ونرجع. انا متاكده ان دي من الحاجات اللي تبقى عاديه جدا الناس تطلع القمر. هو عامه في دلوقتي رحلات بيظبطوها او ناسا بتظبطها لمجموعه او ناس هتطلع القمر والكلام ده كله. كنت قريت كذا ارتكل بتتكلم على الموضوع، بس هي رحله مكلفه لو تبيعي اعضائك واللي حواليك واللي قدامك تطلعي رحله زي دي. لو ناسا اختارتك لينا احمد صلاح ليه؟ على اساس ايه؟ افندم لا انا عايز اعرف هو ليه ناسا هتعمل كده؟ يعني اشمعنى انا تطلعك فور فري ان انت تطلعي ان انت تعيشي على القمر اعيش ولا اطلع زياره؟ لا هتعيشي، تبقي من اول 100 شخص هيطلعوا يعيشوا على القمر وهيكملوا. ما بقول لك لا من غير ما اكمل يعني، لو زياره صد رد ما عنديش مشكله قبل الهوا رجعوني لو سمحتوا قبل الهوا، لكن لو هعيش طول حياتي و100 شخص واخد حتى لو حتى هاخد معايا اهلي لا ليه يعني؟ طب ما ربنا خلق لنا الارض حلوه وجميله وبنعمر فيها ولذيذه يعني. لا وانا ايه الريسك ده يعني؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه، ده لما بتسافري يومين ثلاثه بره وبترجعي بتحسي ان بيتك فيه حاجه غريبه او انت مش متعوده او في اريافه، فبالك بقى تطلعي القمر اللي انت هتطلعي هتغيري كل حاجه في الكوكب. رجع لوطي وسريري وفوطي وبشكيري انا قاعد هنا بالظبط يعني. فليه ليه انا مبسوطه هنا كده بالحلوه بالمره بالعياط بالضحك انا مبسوطه. انت تطلعي الرحله دي ولا الغي رحلتي ولا؟ لا انا الغي رحلتي من الاول خالص، انا حتى لو قالوا لي اطلعي صد رد لا شكرا. ايه ده بجد؟ لا 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 انا احب اطلع طبعا اكتشف، انا عندي روح الريسك والمخاطره دي قوي. بس اقول لك حاجه، القمر ارحم من فكره ان انا انزل تحت الميه. يعني ما تقوليش غواصه، ايه ده احنا مختلفين؟ انا مش سايب اي غواصه بقى لا بص اي حاجه تحت والله، من قبل حادثه الغواصه اللي هي التيتانز دي من قبليها والله، وانا مستحيل اتحشر تحت الميه او انزل دايفنج او انت حتى قلتي لي متعه وجبنا حتى ضيف احمد سمير كلمنا الموضوع. لا بس تطلعيني فوق في الهواء يعني تخيلي بقى، ما هي الناس نوعين في الموضوع ده، في ناس بر وناس بحر وناس جو، فيعني انا جو معاكي تمام، لكن بحر محشوره في غواصه كده لا لا انا بحر مش غواصه برضو، ما هي الغواصه دي حوار مقفول عليا، انا اصلا ما بحبش اي مكان مقفول يعني اصلا، فوبيا عندي، فوبياتي بيكتروا والله العظيم. كل حلقه فعلا بنكتشف عندك انسكيورتيز كتير قوي. لا يعني انا مثلا ما بحبش الاسانسيرات يعني عشان هي مقفوله، يعني عادي ممكن اطلع وانزل ادوار كتير على رجلي. ما طالما ربنا بديني الصحه انزل واطلع على رجلي. اسانسير ليه يا حاجه مالك؟ اسانسير لا، فانا الغواصه لا، بس ان انت تعومي في بحر مفتوح، مش قصدي تعومي فوق الميه، انا قصدي انك تعملي دايفنج. لا ده حاجه تانية. ايه لو قابلتي حد فوق في القمر هتقابلي ايه؟ يعني تحت في قروش وفي اسماك وفي بلاوي سودا وحيتان، لكن أيوة فوق هتقابلي ايه؟ بقى هي الفكره هنا ان انت عارفه ايه اللي موجود تحت بس مش عارفه موجود ايه. لا ما فيش حاجه فوق، ممكن هناك بقى في حاجه فوق، ما احنا مش عارفين ومخبيه عليا الفكره ان احنا مش عارفين فعلا. طب انت do you believe ان او يعني بتعتقدي في حته ان في aliens مثلا كائنات فضائيه؟ why not يا ماما واي نوت ستيل لحد دلوقتي يا ماما يا جماعه ستيل لحد دلوقتي احنا لما نتفرج على الحاجات بتاعه قنوات اللي هي بتستكشف الحيوانات وحياتهم ناشونال جيوغرافيك وغيره بنعرف ان احنا في حاجات كتير قوي كائنات كتير قوي ما نعرفش عنها حاجه، واحنا لان مش بنقابلهم طول الوقت بس ومش لو في حياتنا بس لو في ناس اوريدي فوق في ناس اوريدي فوق مش عارفين كل الكائنات. ايوه بس في ناس اوريدي فوق لو كانوا شافوا حاجه كانوا قالوا لنا يعني، ما كانوش هيخبوا علينا يعني. في ناس اوريدي بتطلع رحلات فضاء عادي يعني، ولو كانوا شافوا حاجه ويرد كانوا قالوا يعني. محدش عارف يعني، القمر برضو مساحته كبيره ومحدش عارف، هم اكيد ما لفوش كل القمر المجره خدوا الشارع الرئيسي بس يعني فوق شمس المجره في حواري فوق شمس المجره والباقي بره الزهور حمام بيكا يعني. انت كده دخلتينا في المنشيه اسكندريه يعني، انت فاهمه لففتينا لفه وحشه قوي، فليه كده يا حبيبتي يعني؟ طيب برضو انت عارفه ان المكسيك في كده بعض الكلام بيقولوا، بس قريت تخطيفي يعني كده ارتكلز برضو بتقول ان بتعتقد في وجود إيلينز يعني، في حد اتكلم وبيعتقد بضم صوتي لصوتهم انا بعتقد ان في انا معاكم مع اني ماليش قوي في الخيال العلمي، حتى كمان الموفيز لما تيجي نتفرج على فيلم وكده يا جماعه لا خيال علمي لا ماليش فيه. بس هو نوز مين يعرف ايه اللي موجود
مفيش حاجه مؤكده 100%. أيوة انت طبعًا. بقى الفكره ان انت عارفه في ايه في البحر لا شكرا، لكن انا مش عارفه في ايه فوق، ازاي انت عايز تطلعي فوق وانت مش عارفه في ايه؟ طب ايه اكتر حاجه ممكن تبصي منها على عشان طلعتي من القمر، طلعتي يعني القمر وهربتي من الحاجه دي؟ اكتر حاجه ممكن انبسط منها الاقساط يا جماعه الاقساط، اصل ثانيه واحده لو مثلا رحت في اي حته هيجيبوني، اصل سافرت مش عارفه رحت ايه هتتجابي هتتجابي لينا فين لكن... مطلوب القبض عليها لا والله طلعت القمر في القمر هتحصلني ازاي يعني مستحيل يعني شوف بقى اركب مركبه فضائيه من اول فيصل بقى وحصلني لو عرفت بقى، لكن فعلا مش هعرف يجيبك يعني صح الاقساط وصحيان بدري ما اعرفش بقى بيصحى مسؤوليه عموما يعني مسؤوليه المسؤوليه يعني مع ان والله يعني مش كلها صعبه يعني الحياه برضو الحاجات دي بتعمل سبايسز كده للحياه يعني انت يبقى عندك مسؤوليه يبقى عندك تاسكات ما اعرفش ايه غير لما تبقي مش بتعملي حاجه ممكن فانا بحب الحياه اللي فيها مسؤوليه وفيها تاسكات وكده بس ما فيهاش حاجه لو نعمل بريك ونطلع القمر شويه نروق ريلاكس شويه ده لو هي هناك في ريلاكس وبعدين نرجع تاني طيب انا متحمسه جدا اشوف راي الناس هل هم شبهنا ولا مش شبهنا بيفكروا ازاي فتعالي كده يا سهى نروح نشوف راي الناس سريعا يلا بينا كده نرجع يا هرم ونرجع تاني على طول خليكم معانا وما تروحوش اي مكان لو وكاله ناسا قررت تختار ناس هعيش معاهم عشان هتبقى تجربه جديده بالنسبه لي بس بشروط يعني لو قالوا لي ان انا لو عايزه ارجع ارجع لو ما قالوليش مش هينفع اوافق اروح علشان فرصه ما تتخدش فور جرانتد وعمري ما هتجيلي تاني هوافي يعني عايز اشوف القمر في ايه الدنيا في ماشيه ازاي تغيير حاجة مختلفة حاسة انه لأ عشان مش هقدر اللي هو افضل بقى طايرة في الهوا كده وفي مش حاسة لأ لو كانت ناسا اختارتني ان انا اعيش معهم على القمر ممكن اوافق بحب اخاطر دايما ان لو كانت ناسا اختاروني اعيش على القمر مع شوية ناس لأ بصراحة ممكن ما اوافقش ليه لأ عشان هي يعني مخاطرة كبيرة بصراحة ممكن ما ارجعش تاني فليه لو كانت ناسا اختاروني اعيش فوق واخد ناس معايا هوافق بس لو هاخد ميس بس لو اختاروني اعيش معاهم هوافق عادي لا نجرب نعيش عادي بره ليه لا لا يعني لو الناس اختاروني ان انا اعيش معاهم لا اتوقع ان انا اعيش هنا عادي مع الناس زي شبابي بيت طبعا يكون واسع في خضره في ميه في مناظر طبيعيه حاسه ان هو هيبقى مش عارفه حاسه بجد اللي هو كله ابيض في ابيض فحاسه ان انا ممكن بيت ابيض كمان يعني بيت يكون في مكان مش زحمه ما فيش حواليا ناس كتير يبقى كله ازاز في ازاز بقى حلو اي شكل البيت اللي انا اختار اعيش فيه حلو ان هو يبقى من ازاز او ابقى شايفه كل حاجه حواليا يكون واسع ويكون كله ابيض عايزاه يكون مفتح كده ويكون فيه زرع كتير اهم حاجه في البيت يبقى فيه زحليقه من الشباك بتاعي لبسين تحت هتبقى حاجة يعني شوية مودرن ليها علاقة بالألوان القمر والنجوم والجو ده يعني عادي هتبقى فيلا كده كبيرة كده وحلوة أكتر حاجة بجد ممكن توحشني الساحل أكيد مش مفيش هناك يعني ممكن أصحابي وكده لو في إنترنت مفيش على القمر لا أحتاجه probably كشري البرجر اللي لسه مخلصته حالا اكيد صحابي وكل حاجه اكتر حاجه توحشني على الارض اكيد صحابي وكل حاجه بعملها يعني اكتر حاجه ممكن توحشني على القمر اللمه يعني لمه الناس حواليا كده اكتر حاجه توحشني صحابي اكتر حد هيوحشني والدتي اكتر حاجه توحشني لو انا اهلي معايا فيعني الناس والخروجات عامه مع الناس مش هتعرف مع الفضائيين يعني هي دي الفكره اكتر حاجه مش توحشني الجامعه والاسايمنتات والبروجكتات اللي لسه مخلصاها يعني الناس الزحمة الغير طبيعية اللي موجودة على الأرض أكتر حاجة بجد هبسط إن أنا مش هلاقيها في القمر الناس أكيد أكتر حاجة هبسط إن أنا خلصت منها زحمة الشوارع زحمة الشوارع في مصر يعني رهيبة أكتر حاجة هبسط إن أنا خلصت منها الجامعة أكتر حاجة مش هتوحشني خالص الكلية أكتر حاجة هتكون بسطاني إنه مفيش زحمة أكتر حاجة أكون مبسوط إن هي مش هتبقى موجودة فوق الزحمة دي أكتر حاجة يعني هبقى ما صدقت إن أنا خلصت منها هندسة طبعا
طبعا بعد ما شفنا يعني ردود الناس الطريفه في الشارع كده يا سهى، والحاجات المختلفه اللي سمعناها والحاجات العجيبه برضو اللي شفناها، فخليني برضو اسالك، طب شكل الحياه بقى عامل ازاي؟ يعني البيوت، الديزاين، القمره، تفتكري الهندسه الانتيرير ديزايننج بتاع القمر هيبقى عامل ازاي؟ مبدئيا البيوت هتبقى سقفها قصير، ماشي، ولونها ابيض كلها علشان الناس ما تقعدش بقى تطير كتير، بقى اللي هو ايه ابنك طار منك فوق انا هسحبه ازاي ده بقى دلوقتي، فالسقف يبقى قصير نعرف نتناول بعض. ماشي اوكي، عشان ما نفرهطش سوا. عايزه بقى اطلع اجيبه ده طار مني فوق لزق في السقف كده، مش هينفع. هو برص اللي لزق في السقف، ايه ده؟ فالبيوت تبقى سقفها قصير. ماشي. الوانها ابيض ايه؟ ما هو البيوت بيضه هنا. لا هناك بقى هيبقى سيلفر. سيلفر ده مرشوشه ولا ايه؟ بيوت مرشوشه ميتاليك. اه السبيس شيبس بقى والحاجات دي كلها بتبقى سيلفر وميتل وحاجات كده. لا مش موافع على لون السيلفر، لو سمحتوا غيروا المهندسه دي. ايه ده؟ انا بجيب لك من الاخر، بجيب طب لك طب ما نعملها كولرز. ما انا قلت لك ونيون كولرز. اورنج بقى. سيلفر في نيون كولرز. نيون؟ هناخد الالوان النيون اللي هي الباليتا اللي معانا، فسفورك اورنج واصفر واخضر وبينك. كل واحد هيختار لون من الاربعه دول ويحطه يدمجه مع السيلفر في البيت بتاعه. ماشي. ماشي. انا عايزه احقق لك كل احلامك، يعني عايزك ترغي يعني واحده واحده اهو. ماشي. وبعدين طبعا مش هيبقى في عربيات، هيبقى في سفن فضاء. سفن؟ ما لا تكاتك. تكاتك صغننه كده وبش بش بش بش. لا ما هو مفيش ارض تمشي عليها كده، احنا هنطير. ما احنا لا هيبقى توك توك الطائر. ماشي يعني لذيذ، وهليكوبترز وحاجات كده. وهندهنه بقى برضو بنيون كولرز علشان ما نخبطش في بعض. لو واكتب بقى على التوك توك ما تزعلش يا قمر بكره تبقى هامر وكده، على اساس القمر وكده. كده يعني رجلش التوك توك كده بقى يعني. بص ما لازم تحط التاتش بتاعها بتاع المواقف يا استاذه لينا، حطيت لنا تاتش الموقف. فالالوان بقى بتاعت التكاتك هتبقى ملونه قلنا عشان ما يخبطوش في بعض، لان احنا ما فيش جاذبيه، فبما ان مفيش جاذبيه فممكن يخبطوا في بعض، فاحنا هنلونهم منورين قوي. طب استني هلعبك لعبه والله جت في دماغي دلوقتي، انا بيجي لي ساعات ايحاءات كده، عارفه وحي كده على الهواء. قولي لي اغاني يتقال فيها كلمه قمر. تيجي نقسم القمر انا نص وانتي نص. ايه كمان؟ يا قمر يا قمر يا ابو رمش كحيل بتاعت فارس. وفي قمرين بس كده القمر نفسه هيزعل. احنا كده معانا قمرين. قمرين مش قمر واحد. طيب وايه كمان؟ مصطفى قمر طبعا هو اكيد. يا قمر قمرك يمشي مش عارفه ايه على عيني. جايبين النوستالجيا طبعا. الفنان مصطفى قمر ده يبقى نجم القمر هو، عشان يعني هو مصطفى قمر. انا هسيح مقلش قوي يا جماعه، استحملوا والله، بس هو الموضوع خيالي، فاحنا عمالين بقى نشطح بخيالنا لحاجات بعيد. طب ما فيش اغاني ثانيه عن القمر؟ لا اكيد اتقالت كلمه قمر دي كتير قوي. كان في حاجه القمر قمرنا والسهر سهرنا، باين صح اغنيه كده. هو مش لازم اغنيه باسم القمر، بس قصدي لو منشن فيها بقى. بما ان النوستالجيا اشتغلت، يما القمر على الباب. ايوه طبعا، زي نسيناها، دي اغنيه من الاغاني اللي جامده يعني. حاجات عايزه احمد طبعا. اغنيه خطيره. كفايه بقى. قالوا القمر سهارة احتار السمر فيه. تقريبا هم الاغاني الجديده بطلوا يستخدموا فيها القمر، فحاولوا بقى تركزوا ان يستخدموا فيها عسل الجاية. عسل زي روبيا. ده عسل يا ناس. حاولوا بقى الفتره الجايه بما ان في تطور وفي سفن فضاء وفي طلعات على القمر، نزود شويه اغاني للقمر تاني زي زمان. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. لسه مكملين معاكم عيش سعيد، ودايما العاب واخبار يوم السبت بتكون مختلفه جدا يا سهى، وبتكون كده ليها طابع معين. فجاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. يلا اتفضلي اتفضلي. اللعبه اللي سهى ما بتطقهاش يعني، ما بتحبش تسمعها خالص، بس والله هي حاجه مش بلاد، فما تخافيش. انا عارفه انت في البلاد اسطوري اللي مش عارفه في ايه، في ما فيش بينكم عبار. لسه كنت بسالك على موزمبيق الصبح. صح، مش عارفه ليه خطر في بالك. طيب قولي يلا. عروستي.
طائر. عروستي. في منه 17 نوع حول العالم. عروستي. بصي هو سهل قوي بس انا هحاول كده ايه، لازم طبعا اصعب لك السهل بعد كده. بعد كده لو خلاص متي مني هسهل لك. ماشي. من الطيور البحريه. ايه الطيور البحريه دي اصلا؟ كده هو خدناها كده في الكلاس، ما هو مش هينفع. اوكي ماشي يعني خلاص. افسر عشان هيبان قوي. ماشي قولي انت ليه تسنحتي مني ليه؟ نسر. اسكتي كملي. عروستي. قولي عروستي وانت ساكته. بيعيش دايما في المناطق البارده. بارده. اوكي عروستي. ما استفدتش. ما بيقدرش يطير يعني، شفتي هو طائر سبحان الله بس ما بيطيرش. بغبغان. بغبغان. بقول لك مناطق البارده سبحان الله، اي كيو ليفل الوحش. اتفضلي. انا خلصت الطيور اللي اعرفها، حرام عليكي. عروستي. طيب اغلب انواع وبتعيش في نص الكره الجنوبي. في ايه لينا؟ معلومه مهمه جدا. انت بتدوري فعلا على الصعب. لا طب خلاص هسهل. دورك جاي. دورك جاي. بتغذى على السمك، على حاجات بحريه زي السمك. يا طيور النورس. يا اللي مقابلين. لا بقول لك ما بيطيرش. النورس بيطير. لا 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 يا جماعه بجد انا تعبت يعني، انا حاسه ان انا مش انت ممنوعه يعني من الاجابه. يعني ايه طائر ما بيطيرش؟ هو كده وبيروح البحر وطائر بحري. فكري فكري. انت تزعلي لما تعرفي، تزعلي على ثقافتك الصفر. اتفضلي قولي عروستي عشان تعصبي. استني لا طب استني هفكر. هفكر دلوقتي. طائر ما بيطيرش. انت عرفتها؟ طيب شكرا. لا بصي لي هنا. طب انا عرفتها بقى تصدقي. قولي بقى. بطريق. ما عشان عمل لك الرقصه بتاعته. لا ما عملش. اول ما عمل الرقصه والله كده خلاص. ما عملش الرقصه. انا افتكرت لما لما كتفه بس اترفع. ايوه طب ما طبيعي. كنت لسه اقول لك اصلا اخر لما كنت هتموتي هتجيبي دم مني دلوقتي كنت اقول لك هنلاقيه في رقصه. كان في رقصه وهتلاقيه موجود هنا في المول. اسمه سلطان والله في المول تصدقي. فتمام. بطريق. سقطتي. سهل جدا. سقطت. على فكره. لا ما سقطتش. لا انا قلت بطريق. غشاشه. ده انت هنا بس مش محسوس. مش بدلق كده. بصي كده انت بطريق يعني، حتى في السنس الخباثه بتاعت الغش يعني. ماشي اتفضلي. طيب عايز تلعبي؟ رأيك ايه؟ حضرتك رأيك ايه؟ حاسه ان السؤال بتاعك سهل قوي. طب اتفضلي. عروستي. جماد. عروستي. في منه احجام كتير. يا شيخه عروستي. والوان كتير. عروستي. لا اهدي شويه. بنلاقيه في كل حته. يا شيخه عروستي. احيانا بيكون قطعة واحدة واحيانا بيكون قطع كتير. قطع واحدة وقطع كتير. والوان واحجام واشكال. مايوهات ولا ايه عروستي؟ موجود في اماكن كتير. يا شيخة انت تقولي حاجات مهمة قوي يا سهى، مفيدة قوي. شوفي ده انت بصي ده انت ايه ده؟ انا هوديكي الحتت. عروستي. يعني موجود احيانا بيبقى في الاوضة بتاعتك. عروستي. طيب. حاجة مش عارفة ينفع اسأل في اللعبة دي ولا ايه؟ لا طب يعني ينفع انا بستخدمه انا ولا هي حاجة من ضمن؟ لا معرفش والله. لا مفيش حاجة اسمها كده. معرفش انت ايه وضعك يعني، انا ما شفتش، ما رحتش بيتكم. عروستي. اما اشوف اخرتها معايا. طيب بصي اتعمل منه بلاستيك كمان مش بس خشب. عروستي. ايه ده شماعة؟ عروستي. لا صعبه قوي المذيعه اللي معايا دي. يا سلام انت قايله كلام عايم يعني، ممكن اقول لك مليون حاجه بالمواصفات اللي انت بتقوليها. بيتفتح ويتقفل. دولاب. درج. صح. لا دولاب ولا درج؟ دولاب. صح. بصي زعلانه عشان انا عشان نجحت. بتكره تشوفني ناجحه. ايوه ايوه. تكره تشوفني سعيده. بص عايز سعيد بس بتكره سعادتي. ما انت جبتي الدولاب من نفس المكان اللي انا جبت منه البطريق، انا قلت حاجه. طيب خلصنا عروستي اللي دايما بنتخانق عندها دي، نروح بقى نشوف عندنا ايه. اوكي يلا بينا. طيب تعرفي ايه المثل ده سهى من الايموجيز دي؟ سهل قوي. ها. ضربني وبكى سبقني واشتكى. يا ولد يا ولا برافو.
برافو عليك. انا بحب قوي اللعب دي لما بشوفها على الفيسبوك. عشان بس انت في اشاعه طالع عليكي ان انت بتقولي ان الاعداد بيجيب اسئله صعبه، فاظن مفيش اسهل من كده يعني. نعم. تعالي بقى نشوف السؤال بتاعك اللي هو اسهل من السهوله. اتفضل. اعملي ايه؟ استخرجي من الثلاث حروف دول بجد بجد مش مصدقه اسم بنت ومدينه مصريه. فرح. مدينه مصريه. رفح. طب اتفضلي يعني ما خدتيش ثانيتين. صعبه تفكري. جدا انا محتاجه ثقافه. رفح مش اي حد يقدر يقولها ويجيبها. وفرح برضو كان صعب. فرح اسم مصري صعب جدا مش معروف كمان. نادر نادر في سته جوه فرح اصلا. اوكي ايه ده بس خلاص كده وعايزين نلعب تاني؟ ممكن في عندكم العاب تاني هتقولنا كمان. طب ما تقولي بقى الخبر اللي معاكي. طيب طبعا احنا عارفين الذكاء الاصطناعي كل مره بيفاجئنا وبيبهرنا بحاجات كده جديده، وطبعا في مخاوف اكيد في العالم منه، بس هو اكيد يا جماعه لكل حاجه في الدنيا ليها المميزات والعيوب. ده طبيعي اي بي سي، كل حاجه في الحياه ليها المميزات والعيوب. فعشان كده احنا بقى نتكلم عن تقنيه الذكاء الاصطناعي بس في حاجه مهمه جدا، وهي ان في طوروا ياسوها بروجرام لطيف جدا للذكاء الاصطناعي ان هو ممكن يكتشف اللصوص في الاماكن. يعني لو اي حد عنده محلات كبيره، مطاعم، حاجات مشهوره، الكاميرات بترصد الحاجات دي بس مش بتقدر على يعني ترصد حاجات معينه وهي بتحصل. لازم تكون الحاجه الاكشن واضح قوي او السرقه باينه جدا او ملحوظه قوي عشان الكاميرا تلقطها وصاحب المكان يلاحظ السرقه دي. بس تقنيه الذكاء الاصطناعي اللي بتكلم عليها، الذكاء الاصطناعي ده بيلقط التصرفات الغريبه للص او للشخص اللي دخل اقتحم وعايز يسرق او يعمل حاجه مش طبيعيه او حاجه مش مظبوطه من عن طريق خوارزميات معينه في البروجرامينج. البروجرام ده بيلاحظ ان او بيديتكت بالشخص ده، وممكن يشوفه لو بيعمل اي سلوك مريب، بيفرق بطريقه غريبه، هو بيتنبأ ان ممكن اللص ده يكون داخل المكان ده عشان يسرق حاجه او عشان ياخد حاجه مش بتاعته. فبصراحه انبهرت انا كبهير، انبهرت بالموضوع ده ان هو فعلا بيلاحظ السلوكيات الغريبه يا سهى. البروجرام ده بالذكاء الاصطناعي ده شكله كده هيسرق. شكله كده تصرفاته غريبه. بس بصي الحرامي ليه طريقه بادي لانجوج مختلفه، ليه طريقه حركات، هتلاقيه مرتبك عمال يبص حواليه، بيتلفت كتير، تلاقيه مش ثابت في مكان واحد، تلاقيه عمال يعمل حاجات تمويه كتير، تلاقيه قعد بلط في المكان وقت اطول. فالذكاء الاصطناعي ده هيديتكت بقى ان ده شخص خلي بالكم منه مش مظبوط، فعلى اساسه بقى هم يركزوا معاه يشوفوا بقى لص ولا ما لصش يعني نشوف بقى. طيب انا الخبر اللي معايا عن شخص نيوزيلندي حطم الرقم القياسي عالميا في رياضه قفز اللي بالحبال. النيوزيلندي مايك اللي حطم الرقم القياسي قفز عدد قفزات في 24 ساعه وهي 941 قفزه. يعني هو واو. هو كمان عنده 41 سنه، فان هو يقفز 941 قفزه في يوم واحد، فهو حطم الرقم القياسي اللي كان عمله شخص فرنسي السنه اللي قبلها، وكان الرقم 765 وكان اسمه فرانسوا، عمله برضو في نيوزيلندا. ومايك بقى اللي حطم الرقم القياسي السنه دي خصص الجائزه الماليه اللي فاز بيها اللي هي 8.6 ألف دولار، اللي بما يعادل 8.1 دولار أمريكي، تبرع بيهم للمرضى اللي بيعانوا من أي مشاكل في الصحة النفسية. يعني هو حطم الرقم القياسي وبالفلوس اللي فاز بيها قالك أنا هتبرع بيهم كلهم لأي حد بيعاني من مشاكل في صحته النفسية. فطبعا كل الشكر ليه وبرافو صراحة سن 41 سنة أنه يكون عايز لسه يحطم أرقام قياسية في الرياضة، فهو
يعني ما شاء الله عليه. برافو والله، حاجة جميلة جدا وخبر فيه تفاؤل، وانه كمان يخصص الفلوس مش بس، احنا دايما تعودنا ان الناس بتخصص فلوس لمرضى الكانسر، للاطفال، حاجات معينة قوي سبيسيفيك قوي، بس ان هو المرض النفسي لا يقل خالص أهمية عن المرض العضوي. فبشكرك جدا جدا، حاجة لذيذة جدا ان الواحد يهتم بالناس اللي عندها مرض نفسي، حاجة لطيفة جدا بجد. استمتعت جدا ويا رب تكونوا استمتعتوا، وانا وصاحبي اظن يعني استمتعنا ولعبنا وهزرنا معاكم. خلينا بقى نروح لفاصل عشان لسه عندنا حاجات حلوه كتير، خليكم معانا وما تروحوش اي مكان. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيوفنا في عيش سعيد، ودايما في عيش سعيد دايما بنتبنى المبادرات الشبابية اللي بتكون ليها يعني طابع خاص. ومعانا النهاردة منورنا القبطان محمود فؤاد، صاحب مبادرة يلا نلف مصر. مصر جميلة ومليانة بالأماكن السياحية والأماكن الجميلة اللي كلنا لازم نتعرف عليها أكتر، فالمبادرة دي فعلا من المبادرات الجميلة اللي هيعرفنا عليها أكتر. مساء الفل. مساء النور، منورنا. نورك سيادة القبطان. تسلمي لي يا رب. طبعا من البداية كده، أنت شغلتك أو المسمى الوظيفي القبطان ده مش أي حد بيروح للحتة دي، فواضح أكيد. أن أنت شغفك بالسفر وحبك لأن أنت تتعرف على أماكن أكتر ده معاك من طفولة ومن قبل ما تقرر أن أنت تبقى قبطان، صح؟ مظبوط. طب احكي لنا كده في البداية إزاي بدأت القصة؟ القصة أني هي زي ما أنت قلتي ابتديتها كعمل الأول، فكان العمل مقتصر على يعني وصول الميناء اللي انا بشحن فيها او كده، او من ايام التدريب حتى في الكليه عدد الساعات المحطوطه لي في الخروج من المركب قليله، بس يعني اتفرجت شويه على الدول اللي انا نزلت فيها مع شويه سفر سياحه، لقيت ان الدول اللي بره مصر فيها حاجات بسيطه معمول لها ماركتنج كبير جدا، وناس بتسافر من مصر عشان تشوفها. في نفس الوقت اتكلمت مع الجنسيات اللي انا قابلتها ان هم نفسهم يزوروا مصر. طريقه كلامهم عن مصر ان انتوا عندكم كتير جدا حاجات نتمنى نشوفها. بدات ادعوهم لمصر، تعالوا نورونا مصر، فيها حاجات كتير. في الاقصر واسوان دي لوحدها بالنسبه لهم يعني كتاب اسطوري، خطيره. حضاره ماشيه على الارض، موجوده يعني على الارض. انتوا يعني كلمه حاجة. 7000 سنه ديت بالنسبه لهم اقل يعني اقل وصف للي انتوا فيه. فرجعت تاني للشباب المصري لقيته مش مهتم بيها. فبدانا نعمل دعوات، تعالوا نزور مصر، يعني تعالوا نتفرج مصر فيها ايه، الاجنبي نفسه ينزل يشوفها. وناس بتقطع مسافات اميال عشان تيجي تشوف الحاجات دي، واحنا اصلا الحاجات دي جنبنا بالنسبه لنا يعني ومش بنشوفها ليه. تاشيره تاشيره كمان احنا مش محتاجينها، صح؟ هو بيجي طيران تاشيره، في حين ان احنا ببطاقه بنحجز وبنطلع بنقعد اكتر مده ممكن تتخيلها. بالظبط، هو بيبقى محدد المده. فاحنا لنا الحق بمعنى صح ان احنا نشوف بلدنا ونعرفها. فمن هنا جت فكره بدأت يلا الفكرة. نلف مصر. اتجمعنا مع شباب كتير خريجي كليات يعني بدأنا نتكلم في السياحة عامة، ايه رأيكم نبتدي نعمل مجموعات نطلع بيها نزور الأماكن دي. عملنا رحلة اسمها يلا نلف سينا، بدأناها الأول كفكرة مصغرة. وسينا رائعة خيالية. سينا كان كل معلومات الشباب عنها شرم الشيخ. اه لا احنا بدأنا من طابة. ده في شمال سينا وجنوب سينا. احنا بدأناها الرحلة. بس هي فعلا هو عنده حق، كانت اشهر حتة في سينا يقول لك يا الافلام يعني يلا شرم الشيخ دي يعني. حتى دهب بدأت تتعرف من وقت قريب، من اول ما بدأنا المبادرة ما كانش حد يعرف دهب. كان المعرفة فيها قليلة جدا. طابة، دهب، نويبع، شرم، عملنا ده كلها في 48 ساعة. حلو قوي. ان الطريق اصلا لوحده 12 ساعة. في 48 ساعه و12 ساعه العوده الاخرين تبقى 72 ساعه. 72 ساعه احنا هنوريكم سينا كامله. بس ده مش مرهق قوي في 72 ساعه؟ هو بالنسبه للشباب مش مرهق يعني، هو عنده كونسبت ان انا ازور احلى اكتر شويه. حلو. فيما بعد بدانا نسوق للاماكن، يعني دهب لوحدها، طابه لوحدها، شرم لوحدها، في متسع معاك من الوقت والماديات تسمح اطلع. ووفرناها برضو يعني ايه بالتعاون مع اكبر شركات سياحه في مصر،
ان احنا نوصل الفكره ان مش شرط انت مش لازم تبقى غني عشان تزور الاماكن دي. في حين ان كانت شرم بالارقام يعني طبعا ارقام عشان توصلها بموضوع قبل يعني. الثوره كانت ارقام فلكيه. دلوقتي لا، في مبادرات كتير من الفنادق، مبادرات من شركات السياحه، وزاره السياحه برضو دعمت فتره طبعاً. يعني عمل مبادره تنشيط السياحه اتعملت. لا الناس لف، الشباب لف واتكلم مع بعض وبدات ده يرجع يحكي عن الرحله وعن اللي حصل وعن فريق التنفيذ. بدات دهب تظهر في فتره من بعد كانت خلاص شبه السياحه فيها الاجنبيه وقفت. بعد احداث يناير 2011 الطياره الروسي، الكورونا برضو، كل ده اجهد اثر اكيد قطاع السياحه بالسلب اكيد. في الوقت ده الشباب هم اللي دعموا قطاع السياحه طبعا بالتعاون مع شركات السياحه ووزاره السياحه. انت معاك مين يا محمود؟ يعني مين مثلا اللي معاك في الكامبين يلا نلف مصر؟ عشان انا حاسه حاجه بالعظمه اللي انت بتحكيها دي. شاب كمان معايا اكيد لازم مشترك يكون معايا في الجانب الثاني ليها، ديسكفري ايجيبت. هو ماسك القطاع يعني الوصول الفكره للاجانب وانا للمصري. يعني احنا الاثنين بندعم بعض. اسلام خالد يعتبر من اكتر ناس معايا الخط ده من البدايه. ف يعني اسلام هو بدا يتعامل مع الشباب الاجنبي. كوميونيكيشن ما بينهم تعالوا. اسمه اسلام. اسلام. حتى احنا دلوقتي مكملين في نفس الفكره. ان الشباب المصري عايز يخرج بره مصر. بس هي الفكره كلها، هل انت عندك القدره لده؟ لا ما عنديش. يبقى خلينا في مصر. في كل واحد فينا متمسك بالجزء الايه الخاص بيه. في اماكن في شباب لسه في كتير. مصر انت ما زرتهاش انت شخصيا؟ هي مصر يعني انا زرت بنسبه 80%. يعني الجزء اللي فاضل حلايب وشلاتين، الواحات. دول اللي يمكن لسه ما فيش طرق للوصول ليها سهله. يعني طب برضو خلينا اسالك حاجه لذيذه جدا وتقول لنا يعني تصنف لنا لو دلوقتي قدامنا الاماكن الحلوه بتاعتنا بقى، مرسى علم، يا سوها طبعا، دهب، نويبع، طابه، الاقصر واسوان، سيوه والحاجات دي كلها. مثلا يعني مرسى علم ايه احلى حاجه فيها؟ يعني تقول لنا كده حاجات لذيذه. يعني فيها حته اسمها شرم اللولي. شرم اللولي دي تكاد يعني تنافس المالديف بطريقه مصريه. احنا حتى مسمينه مالديف مصر. مالديف مصر مصطلح احنا في السياحة بدأنا نقوله عن اماكن زي وطويلة برضو، جزيرة طويلة. لما في حنكراب وقلعان، شجر المنجروف. شجر المنجروف شجر بيتغذى على الماء المالحة. دي محمية موجودة ومزاراتها معروفة. بيت الدلافين فين شجر المنجروف؟ في مرسى علم. اوكي. عندك ايه كمان؟ عندك بيت الدلافين، السباحة مع الدلافين. دي مكان في مصر تسويق ليه يعني مطلوب الايام الجايه. في المالديف نفس القصه، السباحه مع القروش. الميه صافيه لدرجه كواليتي عالي جدا. في اللي هو السلحفه الكبيره اللي هي ايوه الترسه. الترسه الحياه البحريه عامه في مصر هي رقم واحد في السياحه. شرم الشيخ، دهب معروفين بالغطس. في حين ان في ناس ممكن تسافر الاف الكيلوهات عشان تروح تشوف ترسه. طب ما هي الحاجات دي عندنا. في غطاسين محترفين بيحبوا يغطسوا في اماكن معروفه. طبعا الالمان الالمان من عشاق رياضه الغطس. وده موجود في دهب طبعا، وفي دهب البلو دهب هول. بالظبط، البلو هول اكتر مكان السياح بييجوا علشان يغطسوا فيه. بالظبط. لا وفي بعد البلو هول كمان في البلو لاجون. دي مالديف مصر برضو، يعني ميه كريستال لاجون عامه. رياضه الكايت سيرف، في رياضات كتير في الاماكن السياحيه الاجانب بتيجي عشان تعملها. طبعا. عندك سيوة، السفاري والكامبين والمياه الكبريتيه. المياه الكبريتيه والبحارات المالحه زيها زي البحر الميت. طب انا عايزه اسالك انت دلوقتي لما بيكون معاك فوج سياحي ورايح بيه الاقصر واسوان مثلا، مظبوط، بتستعين بحد مرشد مثلا يكون عارف المعلومات الاثريه الصحيحه اللي هو يحكي للسياح هنا حصل كذا، ده معبد كذا؟ مظبوط. بتستعين بحد؟ بيبقى طبعا مفضل ان هو يبقى من اهل البلد. علشان الناس تتعامل مع يعني اهل مكه ادرى باسوارها. اهل البلد لما بيشرحوا بحب بلدهم. حافظينها يعني حفظوا طريقه الكلام. يعني في منهم بيتكلم لغات كمان، لو في اجانب معانا بيعرف هيوديكي ايه بالترتيب، بيفرجك على البلد وهو حابب الموضوع. ان انا طبعا انا بفتخر ببلدي.
غير الـ غير الـ يعني المندوب عامه بيتكلم فورمال شويه. بس انا بحاول ان انا اجمع ما بين الاثنين، اني مندوب بحيث ان واجهه سياحيه برضو، واهل البلد عشان الاجنبي او المصري بيحب يشوف اللي هو الستايل بتاع البلد. والاصلي بقى اللي اهل سيوة اكتر ناس بتعرف تشرح سيوة طبعا، احنا حفظنا منهم وليهم اكل معين طبعا، المردم شاي حتى معينه، الشاي اللي هو اللويزا لويزا اللي هو الطعم شبه يعني حشيش الليمون ده اللي هو المميز في سيوة. السفاري في سيوة تكاد تنافس دبي، لكن دبي فيها عربيات موديلات حديثه، لكن كصحراء لا، الصحراء عندنا احلى. انا رحت دي ورحت دي واقول لك مصر تكسب طبعا، مصر تكسب اماكن كتير جدا عالميا. طب انت في الاول كان عندك اهداف معينه يعني قبل ما تبتدي أهداف المبادره؟ اهداف ان انا اسوق السياحه للدول الاوروبيه، للدول الاجنبيه شرق اسيا، يعني حتى ما بنزل بقعد معاهم بتكلم بقول لهم تعالوا زوروا مصر، بشوفهم مبهورين بحاجات صغيره قوي في دول بسيطه. يعني انا لفيت اوروبا لا احنا عندنا الحاجه اقوى. انت تقفي قدام مثلا معبد الاكروبولي في اليونان، احنا اقدم يعني الحضاره بتاعتنا اقدم منهم. لا ومبهره اكتر مع منهم طبعا يعني. شويه حديث مع متخصصين في الحاجات دي اكتشفت ان دي حضاره رخاميه، احنا حضارتنا اقوى اتبنت فوق. لا ومتنوعه اكتر، احنا اكيد سافرنا وبنشوف الحاجات بالزبط. اللي هي بره لما بتيجي تقارنيها بقى سياحيا ميدان صغير ميدان عاملين عليه حوار عليه، ولما تيجي تشوفي ايه ده، انتوا لو جيتوا شفتوا الاثار اللي عندنا يا جماعه انتوا هتوهم يعني. ابو سمبل ده بالنسبه لهم هم بيقفوا ما عندهم بيفقدوا النطق من اللي هم شايفينه. ايوه معبد كامل في قلب جبل بالظبط، عندك معبد امون الاسكندر الاكبر برضو اسطوره قويه في التاريخ اكيد. طب انت يعني اللي دلوقتي بيتفرج علينا وعايز ينضم ليكوا ان هو يشوف الاماكن الحلوه في بلده، خلي بالك ساعات ناس بتكون عندها قوي الباشن ان هي عايزه تجرب وتشوف الكلام ده كله، بس ناس ما عندهاش جروب صحاب لذيذ مشجعها، ما عندهاش حد يشجعها. الهاشتاج بتاعنا بس يعني هيلاقي المبادره، احنا كل بوستاتنا الهاشتاج فيها يلا نلف مصر، وده للمصريين ديسكفري ايجيبت، احنا الاثنين يعتبر خط واحد. بتروحوا بتسافروا كل قد ايه؟ بتعملوا رحلات كل قد ايه؟ احنا تقريبا يعني بنقعد في بيتنا قد ايه؟ تقريبا كل اسبوع مرتين. كل اسبوع مرتين حلوة مستديمين. طب ايه بتحضروا للسفريه ازاي بقى؟ بنبتدي نعمل دعوات مع سنه برضو تسويق ليها. الشباب معانا اكتر يعني، احنا اعتمدنا على اللي هو قوه الشباب. الشباب معانا بنسبه كبيره مدعمين انتشار الفكره، والبوست عامه بينزل كله بياخده كوبي ويبتدي ينشره كوبي بيست، بنبتدي نجمع بعض، اللي من طنطا طالع بيقابل اللي في القاهره، اللي في اسكندريه بيطلع يتجمع مع القاهره، فبتلاقي ان كلهم في الاخر بياخدوا خط واحد بدايه النفق. الصعيد بينزل لنا يركب من القاهره، بتلاقي التجميعه كلها في الاخر في البلد اللي احنا رايحينها. طب عايز اسالك، هل انت بتروح مثلا للبلد تقول لهم انا عايز اعمل عروض معينه للناس اللي هتيجي تبعي علشان انا عايز اعرف الناس بمبادرتي على جمال بلدنا، فادوني عروض باسعار ارخص علشان المصريين يعرفوا جمال بلدهم؟ هي كده كده بنسبه كبيره الاسعار ثابته ما بتتغيرش في مصر كلها. الفكره ان احنا بنوصل للي هو ايه متخذ القرار، صاحب فندق، صاحب مكان في بلو هول او في اماكن المزارات، بيبتدي يستقبلهم بتكلفه اللي هو بسعر التكلفه، ممكن ما بيبقاش في سعر غالي بقى خلاص. أوكي. التكلفه معروفه لاغلبيه الجست عامه او المصريين وصلهم ان التكلفه ما بتزيدش عن الرقم ده. احنا بنحاول نوصلها لاقل كمان، يوصل ياخد مكان اقامه. احنا طبعا بنوفر مكان اقامه نوم، يعني انا نازل البلد مش عشان اقعد في فندق وحاجه سيرفيس وكده، لا حاجه رفاهيه مكان نظيف اعرف انام فيه، وطول اليوم احنا اكتيفيتي وفعاليات البلد نفسها، مبقاش في وقت اصلا للنوم. احنا يعني احنا حرفيا بنحاول على قد ما نقدر ما ننامش. انت ممكن 3 ايام ما يكفوش اي بلد من دول، بس بنعمل كل حاجه في البلد اكيد، بناخدها من شرقها لغربها. غير ان فكره المبادره اصلا ان انا الف مصر كلها في 14 يوم. طب يعني انت شايف في اقبال فعلا من الشباب ان هم يتعرفوا على تاريخهم وعلى الاماكن الحلوه في مصر، ولا الناس اكتر متجهه ان هي عايزه تسافر الفسحه بس تغيير الجو؟ لا، في ناس مركزه اكتر في التاريخ، في ناس مركزه في الفوائد الصحيه في الاماكن دي زي سيوه، السياحه العلاجيه طبعا. السياحه العلاجيه طبعا يعني مهمة قوي. سيوه اصلا السياحه العلاجيه فيها قسمين، قسم علاجي بدني
وعلاجي نفسي. البدني بيبقى في الصيف بيعتمد على الدفن في الرمال عشان درجات الحراره العاليه في الرمل وكده، ودي في ناس بقت اللي هو شبه الطب البديل بالظبط. السياحه النفسيه اللي هي في الشتاء يبتدي يروح اماكن بالظبط. اليوجا في معانا كابتن يوجا برضه. لا وفكره ان مفيش بقى كهرباء في كل حته، هي نظيفه يعني حته اللي هو الاستعمال بقى. لا انت بتفصل شويه قصدي عن فكره ان انت قاعد على الموبايل حداثه ورا الشيطان بالظبط، يعني خلاص بقى بتعيشي حياه كده هاديه شويه. طيب هل انت قلت حاجه في النص كده كنت اسالك فيها، ان بره الناس بتنجذب اكتر وتروح تسافر بالزبط. ولاد بلدنا هنا يروح يسافروا بره ويدفعوا أكيد. كتير قوي عشان يسافروا بره، واحنا عندنا حاجات كمان احلى بكتير. احيانا في سفارات بترفض ان انت لسه خريج جديد. لا هو مش ده سؤالي خالص. انا سؤالي ان هو ساعات بقى ان انت قلت هنا عندنا حاجات احلى، طب انت تفتكر ليه مفيش اقبال قوي ان احنا دايما بنحب لا نسافر بره نشوف ايه اللي بيحصل بره واحنا عندنا حاجات احلى؟ فهل في مثلا هل في عجز في الماركتنج؟ مفيش ماركتنج كويس بيتعمل؟ اكيد طبعا. انت بتشوف الماركتنج في مصر؟ الماركتنج في مصر يعني معتمد على الاماكن البراند المشهوره قوي، انه كل السياح عايزه تيجي يا الاقصر واسوان، يا يعني تيجي الاهرامات مثلا يعني، لكن ما يعرفوش ان في اماكن تانية كتير. بالظبط. مصر فيها فوق ال 100 مكان مهمل في الماركتنج. انت عندك مكانين ثلاثه زي ما فعلا بتقول، شرم والاقصر واسوان، دول الترند بره في العالم كله ما يعرفوش غيرهم. تقولي لهم مصر يقول لك شرم والاقصر واسوان. شرم هي الاساسيه اللي بننزل عليها. الاهرامات طبعا، القاهره طبعا الكابيتال سيتي بالنسبه لهم، الهول او الاهرامات الناس ما بتبقاش يعني بتبقاش جايه غير لا هي ابو المنطقه الهرم بس. ايوه مظبوط. مع ان مصر القديمه مثلا مصر القديمه المعز دي خطيره، شارع المعز في تاريخ تاني في بلد كامله كانت عايشه في المكان ده، كانت هي دي مصر. عندك اماكن كتير يعني، حتى المتاحف الجديده اللي بتتعمل، انا زرت متحف الحضارات، مستنيين المتحف الحدث الجديد اللي كله مستنيه، المتحف الكبير اللي جنب المصري الكبير. لا في اماكن كتير بقى في مصر بره القاهره وشرم واسكندريه والاقصر واسوان، في سيوه، في الواحات، في الواحات برضو من الحاجات اللي انا بحسها اندر ريتد يسوها قوي وقريبه وحاجه حلوه قوي، يعني اللي هو الواحات اكسبيرينس او تجربه يعني جديده، وهتحس ان انت فعلا سافرتي يعني تغيرتي فعلا الجو، يعني طريقها اقرب في حاجة اقرب طب كمان. طب انا عايزه اسالك، ايه اكتر الرحلات اللي انت سافرتها وكنت متوقع ان انت انا كده ظابط الميعاد بتاعها مظبوط ولقيتها لا هي مجهده، كانت محتاجه ايام اكتر، كانت رحله صعبه، لا احنا الوقت بتاعها صعب؟ سيوة صح؟ سيوة. سيوة انا اسمع ان هي صعبه في الطريق. طريقها 300 كيلو بعد ما تروح. 300 كيلو بعد ما تروح، بعد ما تروح يا دوبك على ما بنوصل الناس نص اليوم بعد ما تروح. احنا قصدنا ما تروح، لا انت لازم تروحي تاخد في الاول ما تروح، بعد كده ما تروح 300 كيلو في الطريق، هي تبع محافظه مرسى مطروح. 300 كيلو من اول طريق سفاجه طريق السلوم سوري، من اول طريق السلوم 300 كيلو. فان انت توصلي المشوار 10 12 ساعه، شبيه بسينا، بس طريق سينا اتعمل عليه تحديثات جباره يعني. الطريق ما تحسيش بيه. طريق سيوه لا، طريق سيوه لسه بادئين فيه من قريب، يعملوا له حارتين، في حته مكسره فيه قوي، هو بدا يتعمل طريق جديد. بس هو اللي بيحب القديم السفر هو بيروح هيستحمل يعني، بس من ايام ما كان الطريق بس كنز في الرحلين بالظبط. الطريق اللي اسمه نخل وكان لسه مش عليه خدمات كتير قوي، لو فتحتي وكان الطريق. الناس اللي بتحب السفر هنا في مصر السن بتروح. السن برضه حكم السن، ان انت كده اقتصرت على الشباب بس. لا في ناس كبيره معانا 40 سنه و50 سنه و70 سنه بيوصلوا معانا الطريق ده، فبيبقى صعب عليهم. توفير المواصلات، بدات شركات كتير تتجه ان احنا نفتح استثمارات للترانسفير عامه والانتقالات، ادى تروح للبلد. في حاجات بتستخدموا لها الطيران، لان في اكتر من مطار محلي يعني جوه كل سينا بتستعمل طيران، مطارات شرم طبعا رقم واحد، الغردقه، مطار الغردقه بس سيوه، مرسى علم مش شغال، مرسى علم برضو شغال شويه على حسب بقى الضغط يعني موسم، لان هو مرسى علم درجه الحراره بتبقى عاليه شويه. في سيوه في كذا شركه فتحت خط طيران للمطار الحربي، لان مفيش مطار هناك. دي حقيقه، بس كان ليها مواعيد محدده، هي بتبقى مره واحده في شارتر، بمعنى صح، طيران شارتر. طب
طب في سؤال برضو مهم جدا، ان في كتير قوي شباب بقى من حبايبنا في الصعيد بقى طبعا، وفي المحافظات الحلوه بيبقوا مش عارفين الحاجات اللي في القاهره قوي، لما بيجوا القاهره بيجوا عشان يروحوا مول بسرعه ويرجعوا ولا يتفسحوا الفسحه بسرعه ويمشوا، فهل انتوا بتهتموا قوي بان انتوا تعملوا تورز زي ما حضرتك قلت اللي هو في مصر القديمه في البرج في مبادره برضو نفس الكلام اسمها اعرف بلدك. كان صديق ليا اسمه اسلام، ده متخصص في مبادره الاماكن الاثريه داخل القاهره. حتى اتكلمنا اعرف بلدك، اعرف بلدك ده جروبس برضو، ده لا هو شخص بيدعو بيتكلم في القاهره في حدود القاهره. لكن احنا اتكلمنا في يلا نلف مصر، مصر كلها من الغرب سيوه، من الشرق دهب وسينا وطابه ونويبع، من الجنوب الاقصر واسوان. احنا حاولنا نلم الاماكن اللي طبعا الشمال القاهره واسكندريه. لمينا الخمس اماكن دول في مبادره واحده، لا كل واحد فينا بدا يتخصص في جزء، يلا نلف سينا الاول، خد جزء اتحرك ان احنا هنبدا نسوق للمبادره دي، يلا نلف سينا يبقى انت مسؤول عن الشرق. يلا نلف سيوه، بدانا نقسم المبادره بتاعت يلا نلف مصر. حلوه قوي عشان كل واحد يبقى متخصص في حته. وبدا فعلا يعني الفائز ما فيش سياحه اجنبيه في فتره معينه اللي هي كانت بتاعت طيارة روسي اكتر حاجه اثرت على السياحه، طلعت السياحه المصريه. السياحه الداخليه بدات تنشط لدرجه فعلا ان جه اوقات كانت البلد متخيله فينا مش هيبقى فيه شغل، لا احنا ما لقيناش اماكن فاضيه. فبدانا نتجه للاماكن اللي ابعد. شرم الشيخ جه فتره فيها ما بقاش بقى حرفيا الحجز فيها قبلها بشهر. بدانا نروح دهب، دلوقتي دهب نفس الموضوع يعني. لا دهب دلوقتي يعني زحمه يعني انت يعني كلمني قبلها بشهر. طب عايزة أسألك على حاجة، ليه المبادرة ما بتروحش للجامعات تعمل معاها زي اتفاقية كده إن إحنا هنعمل لكم رحلات للطلبة، لأن دول برضو هم اللي محتاجين من البداية يتعرفوا على الأماكن اللي في بلدهم طبعا وجمال بلدهم. الجامعات بتبقى محتاجة أكتر إن التعامل الروتيني بجهة رسمية. لازم شركة سياحة ألف. فمش أي حد مصرح ليه إن يخش يتكلم مع الجامعة. بدانا نخاطب الطلبه في الجامعه سواء بيعملوا لنا الرحلات أوكي دي بس لازم بس انا بشتغل على مبادره فبيكلموا باسم مبادره، انا لو رايحه باسم مبادره هتكلم هم مع بيفضلوا رئيس الكليه او سوري عميد الكليه بالزبط او رئيس الجامعه، ده برضو انا عامل مبادره، انا عامل رحلات، الأفضل انا عندي ان احنا نخاطب يعني وزاره السياحه نفسها ان هي اللي تدعم المبادره فتدي الابروف ان انا اقدر اخش اتكلم مع يعني لازم برضو التصريح. انت لسه ما خدتش الابروفل من لا انا لسه بدايتها، هي بدالها 3 سنين معايا المبادره بس. أوكي. ماشي خطوه في خطوه ان انا اعملها كسوشيال ميديا الاول. لما الاقي اسمع الموضوع الاقي ان الموضوع فعلا بيستدعي. لان طبعا المصروفات كلها بتبقى بمجهود ذاتي. اكيد. فبدات الفتره ديت ان انا ادور على التصاريح اللي تخليني ابدا فعلا زي ما انت بتقولي اخش للجامعه او اخش لهيئات كمان، يعني في حتى كل الجهات الحكوميه بتدعم السفر للعاملين فيها. طب ايه المكان اللي انت لسه ما رحتوش وحطوا تارجت للسفريه اللي جايه؟ اللي جايه المفروض الواحات، يعني في شباب كتير من الواحات بداوا يبعتوا لي دعوات تعالى شوف الواحات عندنا، رغم ان هي قريبه جدا مني، انا مقيم في اكتوبر 3 ساعات. طب حلو. لا هي الفكره بس ان انا يعني فتحت مع سينا ومع اسيوه فواخدين شبه وقت كامل يعني طبعا. احسن وقت لسيوه ايه ان واحد يطلعها يعني كسياحه ترفيهيه من 1/10 من بدايه 6 اكتوبر بالتحديد لحد قبل رمضان، يعني الفتره اللي هي بتبقى بمعنى صح جوها شتاء عشان هي حر، هي حر هي علاجي اكتر في الصيف. لكن كسياحه ترفيهيه هي شتاء. الصبح الجو معتدل وكويس جدا، بالليل بنبتدي نعمل بنولع خشب زيتون. يبتدي في هم عندهم طريقه بيسووا بيه الخشب يخلي فيه الحته اللي انت مقيم يعني الدايره اللي احنا قاعدين فيها دفى. حلوه. يتعمل اكله مردم تسويه في الرمل. اكل شبيه بالمندي بس هم بيسموه ابو مردم اللي هو بيبقى مدفون واكل يعني بيعرف يسوي بدرجه عاليه قوي. بنعمل كامبينج في الصحراء، بنعمل سفاري، بننزل بحيرات ملح، عين كبريتيه. الشباب السيوي نفسه يعني لا هم اساتذه سياحه. بس الفكره كلها بالتنسيق معانا، احنا بننسق تحت في القاهره وفي اسكندريه، هم بيستقبلوا فوق. طب حلو قوي. طيب الاعمار اللي معاكوا بقى يا محمود بتبقى تقريبا في رينج قد ايه؟ او بنات اكتر مهتمه ولا اولاد؟ يعني لا هم البنات اكتر بصراحه، الشباب زي ما تقولي ايه
بيلحق يجري يعمل مستقبل فمش لاقي وقت. ممكن البنات يعني اللي مش اللي معاها شغل برضو نفس الكلام، لكن الاعمار عامه بتتكلمي من 20 سنه بيبتدي عايز يسافر وينطلق. بمجرد ما خلص كليه 23 24 قبل دخول الجيش قبل الجواز للبنات بتبتدي تسافر. تلحق يعني اول فتره في شبابها الفرق تنطلق. بقى عايزه اروح اشوف وانطلق بقى والحاجات الحلوه دي كلها لحد 50 سنه معانا مكملين ناس معاكم كتير. محمود ايه الانشطه اللي بتعملوها كمان في الرحلات؟ يعني انا ممكن يعني اعمل ايه تاني غير ان انا ازور اماكن سياحيه؟ الكوميونيكيشن مع المحافظات وبعضيها، مع في سنه وجود اجانب معانا بنبتدي في بيبقى في اعداد معينه بنجمع في جروب نبتدي تبادل ثقافات. انت ايه عندك في بلدك انا ممكن اكون محتاجه او اتعلمه منك. وانا نفس الكلام بيبتدي فيه يعني هيبقى فيه عادات تبادل يعني ثقافات وهات وخد في الموضوع. بتاخدي اكسبيرينس الاماكن، يعني انت نزلت سيوة عرفت ان في تجاره مثلا زي الزيت زيتون في البلح، بتبتدي انا متجه للاتجاه البيزنس ببتدي اخش في ده استثمر فيه. بفتح مجالات ان انت تتعلمي حاجه تفيدك فيما بعد، سواء دراسة سواء بيزنس سواء تبادل ثقافات عامة. يعني بدل ما انا اخرج من عنق الزجاجة اللي انا مقفول في عليا فيه قاهرة بس معروفة ان هي الصبح شغل لحد الساعة 5 ببتدي بالليل اخد ريست، يعني لا اخرج للبيزنس. البيزنس عامة في مصر برضو مفتوح. حلو قوي. طيب حضرتك كابتن بحري برضو وده تخصصك بالزبط. فهل بتعمل رحلات ليها علاقه بالبحر، رحلات بحريه ولا مش مهتمه قوي ده؟ يعني يعني الرحلات البحريه في سيناء بس ده جوه مصر. بنحاول نعرض طبعا رحلات تطلع بره مصر بس لا جوه مصر افضل طبعا. طبعا يعني هو احسن، ده التارجت بتاعنا اصلا. في ناس مهتمه بالصيد اكتر. الغطس الغطس من الرياضه اللي احنا شباب مهتمين جدا بيها. في ناس ممكن توصل لحد دهب مش عايز تعمل اي حاجه غير ان انا غطس وسنوركلينج وفري دايفنج، كورسات حتى كمان في الغطس دي حقيقه. في معانا كابتن غطس يعتبر احمد مهتم بالاي حد يجي انت متخصص ده مسؤول غطس. استقبلهم يعمل لهم كورساتهم. لا يعني بيبقى فيه مهنيه اكتر عني. طب حلو قوي. فاحنا مقسمين نفسنا اجزاء يعني. احنا الحمد لله فريق كبير جدا كلنا اتجمعنا في الاماكن دي. في دهب تحسي ان الشباب كلها عيله واحده. طب بتظبط السفريات على حسب مثلا انت قلت دلوقتي لينا سيوة سفريه من الميعاد ده للميعاد ده، فهل انت مقسم مثلا جدول معين للسفريات على حسب الوذر او الطقس؟ ما هي يعني كاترين الفتره الجايه هتبتدي التلج ينزل عليها، هيبتدي الهايكنج يعني اللي مهتمين برياضه الهايكنج عامه او الانشطه بتاعتها يمشوا في الجبال يطلع جبل انت 7 كيلو مشي و750 درجه سلمه تقريبا، تطلعي لحد فوق تشوف الشروق وتنزلي. في ناس بتمارس طقوس دينيه فوق يعني. لا كاترين برضو من الحاجات اللي حلوه قوي اللي هو احنا ليه بنسافر نشوف التلج بره، احنا عندنا تلج هنا يعني. التلج ده من الاهتمامات كتير طبعا. لا وبعدين المغامره، انت المغامره دي يعني ما عملتهاش مره واحده في حياتك انت خسرانه كتير اكيد. وطبعا الشباب بقى يعني 20 سنه لحد 30 35 يقدر يطلع يتسلق. ورياضه حلوه يعني، حتى في افلام كتير بدات تتكلم عن كاترين. وزارة السياحة وبدأت التنمية في المكان تظهر، بدأ يتعمل مدينة سياحية تستقبل الناس يعني إقامة مش مجرد هايكنج وترجع تاني سينا شرم أو دهب. طب أحلامك للمبادرة أو طموحاتك في الفترة الجاية المبادرة توصل لإيه؟ الترجمة إنها تترجم يعني توصل للدول اللي بره. إن أنا نزلت أوروبا وشفتهم هم بيتكلموا عن مصر، فأنا عايز أنزل أكمل بقى يعني. دي معلوماتكم عن مصر ومبهورين بيها، امال لو حكيت لكم يعني لو حكيت لكم عنها. اسباني اتكلمت مع ناس في اسبانيا وايطاليا وهولندا فرنسا، الناس دي موهومه بينا طبعا وهم ما عندهمش القدر الكبير من المعلومه، ما بالك لو لو تغلغلوا بقى في الحاجات الحلوه يعني تعالوا بقى يعني. مش انا اللي هشرح طبعا، انا هجيب ناس متخصصة طبعا وعندها اللغات. انا ممكن اتكلم في السياحه لكن هم في ناس بتتكلم في تاريخ. انت عندك كام دوله عدت على مصر؟ يعني انا في كل ما ادور على عدد الدول الاقي في دول شبه مش مشروحه لهم، يعني هم ما يعرفوش غير الدوله الفرعونيه، في عندنا الدوله العثمانيه، في كذا دوله
الاغريق واليونان، واحنا عدى علينا كل انواع الحضارات. الحضارات دي حقيقة. فاحنا عندنا جزء من كل حضاره في على ارض مصر. صح. عندنا الاماكن الترفيهيه كتير، في كتير قوي يعني. احنا قعدنا اتكلمنا عن مصر عايزين فيها اكتر من حلقه. اكيد دي حقيقه. محمود نورتنا وجد ميرسي على المعلومات الحلوه قوي اللي انت قلتها لنا، وحمستنا وخلتنا كده اللي هو لا بلدنا اولى، وان احنا نسافر نهتم بالسياحه الداخليه حتى من عندنا احنا. يعني طبعا مهم قوي وجود الاجانب والسياح في مصر. طبعا ده شيء يعني مفروغ منه، بس برضو فكره ان احنا نبتدي كشباب احنا نكتشف بلدنا ونعمل جروبس ونسافر كلنا ونطلع مع بعض. بالزبط. فدي حاجه لطيفه جدا. ندعم البلد والبلد مدعمانا برضو. اكيد منورنا، ميرسي جدا. شكرا ليك قطان محمود على المعلومات الحلوه دي. وفعلا يلا نلف في بلدنا واكتشفوا الاماكن السياحيه الحلوه قوي في مصر، لان بلدنا جميله قوي. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وضيفتنا اللي منورانا النهارده هي مختلفه جدا جدا جدا. دايما كده يا جماعه في اشاعات مغرضه عن الستات وعلاقتها بالسواقه والعربيات، يقعدوا بقى يقولوا علينا كلام سلبي وان انتوا مالكوش فيها، مالكوش في السواقه، مش تسوقوا، مش تركنوا، مش عارفه لو العربيه عطلت منكم وتقعدوا تعيطوا على الدائري، ومش هتلاقوا حد لما حد بقى يساعدكم بقى ويغير لكم الكاوتش، ومش عارفه كلام كتير بقى وبوستات وكوميكس ودراسات كمان عن الموضوع ده. فعشان كده منورانا النهارده بنوته لذيذه جدا، قررت ان هي تعمل محتوى على السوشيال ميديا عن العربيات وعلاقه الستات بالعربيات. كمان هي يا جماعه شاطره جدا، ويعني عكست القاعده تماما واثبتت لنا ان في ستات يا جماعه شاطره جدا في مجال العربيات وبتفهم جدا، لا وبتعرف تأدي كويس في الموضوع. منورانا النهارده الجميله نوران وليد. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. منورانا في عيش سعيد. ربنا يخليك نوران. والله يا رافع راسنا، جيتي في منطقتي دي حتتي. انا معروف عني الغرز مش ثانيه واحده يا صحابي. انا مش بتكلم عن محتوى دلوقتي، بتكلم عن المحتوى الهادف، مش الهادف، مش التافه. دي اسئله حلوه. غرز. لا انا عارفه اللي هو قلبك ميت انا قلبي ميت. ده يعني ده جزء كويس على فكره، بيظلموا البنات ويقولوا اصل هم بيعطلوا الطريق عشان ما بيعرفوش يسوقوا وبيوقفوا الدنيا وما اعرفش ايه. لا انا ما بوقفش الدنيا. لا هو الموضوع ده الغرز مطلوبه في الشارع المصري بعض الاوقات الصراحه. لا طبعا انا ضد بس الموضوع، بس بطريقه معينه. أيوة. يعني بسرعه معينه، لازم بطريقه معينه، لازم تبقى شاطر جدا جدا محسوبه. لازم تبقى محسوبه. بس طيب. هي لابد نسيب بقى الغرز على جنب ونشوف غرزتنا احنا هنا نقعد. نوران بحكي لي انت اشمعنى اخترتي الموضوع ده يكون المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا؟ يعني ايه الشراره اللي كانت في الاول اللي قالت لك لازم تعملي الموضوع ده؟ هو انا الحقيقه كنت بحب الموضوع من زمان، بس ما كانش في بالي خالص موضوع المحتوى ده. فمن سنتين كده قلت يعني فكرت، لقيت في محتويات كتير قوي عموما للسيدات والبنات، بس ده مش موجود. محتوى عن السيارات ده كان موجود، كان في زملاء ليا بيعملوه من فتره، بس ما كانش كتير، ما كانش منتشر. فقلت ليه انا ما اعملش حاجه زي كده تفيد، يعني تفيد السيدات والبنات. فجت بقى ساعتها هي كانت قرار لحظي يعني بسرعه جدا، وفعلا يعني في يوم واحد كنت مقرره وعملت الاكونت وكل حاجه كان في يوم واحد. فهو جه من فكرة انه انا حاسة ان ممكن يكون السيدات والبنات محتاجين محتوى زي ده في الوقت الحالي يعني. طب انت دراستك كانت ايه في الاساس؟ لا انا دراستي اداب لغات شرقية قسم لغة عبرية. اصلا يعني اصلا ما درستيش؟ انا قلت هتقولي دلوقتي مهندسه ميكانيكا. لا ملهاش علاقه خالص مثلا. لا لا. لا. طب ما اهتمتيش تدرسي بعديها حاجه ليها علاقه بالميكانيكا والسيارات؟ هو انا حابه ان انا اعمل كده، بس حاسه ان الوقت يعني حاسه ان انا في حاجات في صالحنا. حاسه ان اوريدي عرفت، عديت حاجات كتير في المعلومات يعني. حابه طبعا ان انا ممكن اشوف ورش او في اماكن كتير بتدي كورسات، بس حاسه انه انا عديت يعني في المعلومات شويه، عديت قدر كبير يعني. بس اتمنى ان انا ممكن اخد الخطوه دي يعني ان شاء الله، ان انا يعني ازود المعلومات عندي. ايوه. طب قولي لي انت من البدايه، انت زي البنات كده كنت بالاول بتسوقي على جنب وكده، ولا من الاول حابه لا انا حاسه ان انا عايزه افهم في الجهاز ده او الماشين دي؟ يعني ايه ده الحديده دي؟ الحديده دي الموتور ده مكوناته ايه، بيشتغل ازاي؟ ولا كانت البدايه مثلا حاجه ان انا هتعلم سواقه عشان اروح مشاويري، اروح جامعتي بقى، اروح شغلي بعد كده، وحبيتي ان انت تتعمقي في الموضوع؟
هي كانت يعني انا كنت منطلقه في السواقه، يعني انا كان عندي حاجه من جوايا ومن وانا صغيره جدا انا عايزه اسوق وعايزه بقى اعيش حياتي واروح مشاويري، فما كانش في الرهبه بتاعت السواقه دي في الاول خالص. موضوع بقى ان انا اعرف حاجات تخص الميكانيكا وكده دي انا عارفاها عرفتها مع الوقت ومن والدي يعني الواحده واحده بالخبره يعني. ولما بقى قررت ان انا اعمل المحتوى اتعمقت بقى اكتر يعني واكتر في الموضوع، بس قصه بقى الميكانيكا وكده ما كانتش موجوده عندي في الاول. يعني كنت عارفه الاساسيات، في شويه اساسيات كده كنت عارفاها، لكن التعمق نغير زيت للعربيه ونحط لها بنزين وندورها والميه والميه وخلاص، كنت عارفه الحاجات دي. بس دي حاجات مهمه قوي على فكره السيدات تعرفها حتى لو هي مش عايزه تتعمق، مهم انها تعرف كام حاجه. طب تعالي نقول اهم ثلاث حاجات او اهم مثلا حاجات لازم كل ست بتسوق حتى لو ملهاش في الميكانيكا وفي السواقه وفي اي حاجه لازم تعرفها علشان ما حدش يضحك عليها، ما حدش يجي يقول لها لا ده انت عندك زي الزبونه زي كنا عامله زي بيضحك عليها كده في كل مكان، مش عارفه ايه حساس الكرنك ضرب في ما اعرفش ايه، فانت لا انا عايزه ابقى عندي شويه معلومات لما يجي يقول لي اعرف ده كلامه تمام ولا ده بيبيع لي الهواء في ازايز. هي الحاجات دي بتيجي مع الخبره يعني. ساعات على فكره من كتر ما انت بتروحي للميكانيكي بتجي لك خبره يعني اول كام مره كده ممكن حد يضحك عليكي، بعد شويه خلاص انت بتبقي عرفتي شويه حاجات. بس هي في نقطه، هي طول ما هي عامله صيانتها مظبوط مفيش ما حدش هيضحك عليها، ما حدش اصلا هيستغل حاجه يعني. هي عامله صيانتها مظبوط فهي خلاص بتروح على تغيير الحاجات، بس تروح تغير فلاتر، تروح تغير زيت، تروح تغير. فالمهم انها تحافظ على صيانه العربيه، طول ما هي محافظه على صيانه العربيه مش هيستدعي انها تروح للميكانيكي كتير. طب ايه الحاجات اللي انا لازم احافظ عليها في صيانه عربيتي؟ هو انا بشوف ان عموما الست فيه ثلاث حاجات مهمين قوي. موضوع الكاوتش، وهي نازله تبص على الكاوتش، دي حاجه مهمه. ده اي بي سي بقى، اي بي سي سلامه. اول حاجه كده تاخد لفه حول العربيه، الكاوتش تمام مش ممسوح مش باين عليه، انه عنده عمر افتراضي برضه، في كمان ليه تاريخ انتاج من انتاج بتاعه، فهي تشوف كمان تبص كده في مثلا ممسوح، في اثار للتاكل، دي لازم تشوفها مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع. الحاجه الثانيه هي الميه، دوره التبريد دي اللي بتقلق اي ست ان العربيه تسخن منها، فدوره التبريد مهمه. فهي ممكن برضو مرتين ثلاثه في الاسبوع تفتح كده بس والعربيه بارده تماما، تبص تشوف الميه منسوبها قد ايه، منسوبها قد ايه بس العربيه بارده. الحاجه الثالثه هي الزيت، لان الزيت لو نقص من المحرك او الزيت لو مش نظيف والعربيه بارده قبل ما تدوري العربيه او ممكن تدوري 10 دقائق وبعد كده تفصلي وتستني، يعني تدوري شويه وبعدين تفصلي وتستني العربيه 10 دقائق وتشوفي مقياس الزيت. طب نوران انت بتغيري كاوتش العربيه، انت مثلا لو حصل معاكي لا قدر الله مشكله والكاوتش نام منك، هل انت تنزلي تغيريه انت لنفسك؟ انا ما حصلتش معايا قبل كده. طب الحمد لله ما شاء الله. يعني انا بعرف طبعا الخطوات، بس هي ما حصلتش معايا قبل كده، بس لو حصلت يعني الله اعلم اكيد هخلص. بس هتتعاملي ساعتها؟ طبعا، يعني مش هتقولي لحد الحقوني ويا جماعه تعالوا؟ لو حد قريب مني يعني لو في نطاق قريب مني هفضل ان انا اكلم القريبين مني يعني في نفس لكن لو انا ما فيش حواليا حد وكده هتصرف لوحدي على طول. اوكي. طب عايزه اعرف المحتوى اللي انت بتقدميه على السوشيال ميديا طبيعته ايه؟ يعني انت بتعرفي الناس ايه في الفيديوز بتاعتك؟ انا بركز على جوانب كتير جدا من ما يخص السيارات، يعني اول حاجه كمان بركز على القواعد المرور والحاجات اللي هي مثلا بنغلط احنا كستات فيها علشان نتجنبها. الحاجه الثانيه زي مثلا ان هي مثلا تدي اشاره، تدي اشاره مثلا قبل ما تدخل، تاخد طريقها بدري، بلاش انها يعني مثلا مش فجاه افتكرت ايه ده، ايوه اليوترن هنا، ايوه دي على فكره نقطه مهمه جدا بتسهل عليها. في بوست اصلا ترندنج الايام دي اللي هو هو اليمين اللي فات ده كنا المفروض ندخله، عارفه اللي هو كمان علشان في الوقت الحالي في عمليه تغييرات فبيتلخبطوا شويه كمان صح. في الموضوع ده الحاجه الثانيه مثلا تجارب، بيسالوا كتير عن عربيات مثلا عايزين يشتروا عربيه، طب ايه رايك في العربيه دي؟ انا ليا تجارب مع عربيات كتير انا سوقتها شخصيا فبقدر افيدهم في بعض العربيات يعني. الحاجات الثالثه شويه حاجات، لان انا مش خبيره في الميكانيكا بس على قد ما بفهم وبعرف المعلومات الصحيحه اساسيات الاساسيات يعني بقول لهم عليها يعني. فهو ده المحتوى، ده المحتوى كل. طب في تفاعل من البنات بقى بتقول لك مثلا يا نوران اتكلمي عن 1 2 3، طب ازاي اعمل كذا؟ في بيبقى تفاعل اسئله من البنات؟ جدا يعني. انا في الاول اصلا عملت صفحه قلت هو مين هيهتم يعني، ده ست وبتاع انا هاخد كلام. لا بالعكس، لقيت البنات على طول بعتت لي على المسجز وبيسالوني على طول على حاجات مثلا مشكله حصلت معاها، طب قولي لي رايك في العربيه دي. فلا في تفاعل حلو. طب حلو. والرجاله بقى مش بيتريقوا؟ اصل في ست راجل يقول لك ايه بقى انت هتعمل لنا بقى فيها بقى ابو العرف وجايبر بقى والجو ده، انت بيهسوا علينا يعني. هو في الاول كان كده قوي يعني، كان مش عارفه كنت حاسه الناس مصدومه، هم مصدومين يعني في الاول عشان ما كانش لسه ظهر القصه قوي، فكان في صدمه شويه، ايه ده مين دي؟ لا على المطبخ طبعا الجمله الشهيره. بعد شويه لا حسيت ان بدا يبقى في تفاهم، حتى يعني حاسه ان في شويه
بيتابعوني وبيدعموني عادي، بلاقي كومنتات لطيفه. فلا الاول كان كده، بس دلوقتي لا الموضوع بقى لطيف. طب يعني بمناسبه الجمل اللي مش لذيذه زي ما لينا قالت كده، وانت قلتي جمله على المطبخ، في جمله شهيره دايما لما نبقى سايقين ونلاقي عطله كده وزحمه والطريق مش بيتحرك، قال لك دي اكيد اللي سايقه واحده ست، سوقت ستات. الجمله دي يعني مدى صحتها؟ بس خلينا فير، يعني خلينا فير، احنا مش هنقول ان كل الستات خطيره، بس مش هنقول ان الجمله دي صح او الجمله دي هنعممها. لا هي مش مقياس الصراحه، يعني انا بشوف ان هي الفكره كلها في اللي بيتعلم صح بيسوق صح. وكمان في حاجه مهمه هي الخبره، كل ما تاخدي خبره في السواقه وفي الطريق، لان اللي بتتعلميه برضو غير نزولك الشارع، لانه ده حاجه وده حاجه حرفيا، مش بتعرفي تطبقي اصلا اغلب اللي اتعلمتيه، لانه الناس كلها انا بشوف ان 80% من الشارع عندنا محتاج ان هو يتعلم قواعد المرور من اول وجديد، رجاله وستات 80%. فهو هي محتاجه ما دام هي متعلمه صح يبقى هتسوق صح، ده راجل او ست. فهي الفكره كلها انها تتعلم صح. فالمقوله دي يعني مش صحيحه دلوقتي، انا حاسه بالعكس، حاسه ان دلوقتي في تطور في سواقه الستات جدا، وكمان بقوا مهتمين على مجال العربيات في الموضوع، الفكر كله اتغير. ولكن طبعا في اخطاء من الناحيتين، من الراجل او من الست. الاخطاء وارده عند اي حد طبعا، ده طبيعي. فاكره اول فيديو عملتيه؟ اول فيديو عملته مش فاكره قوي، بس كنت تقريبا بتكلم عن، هو كان فيديو شويه امومه لان انا ام وعندي اولاد، ازاي اتعامل مع ولادي في الطريق. دي كان اول تجربه قوي. ازاي بقى اقول لنا بقى ازاي؟ انا حكيت فعلا تجربتي، كنت بكلم بالذات على السفر يعني. حكيت بقى تجربتي ازاي بجيب لهم حاجات مثلا اكل صحي، بجيب لهم ستيكرز يلزقوها، طب ازاي تتعاملي مثلا مع ان هو مثلا بيعيط في نص الطريق وانت سايقه، فده كان الفيديو. ازاي بقى تديهم ستيكرز يلزقوها، ازاي تديهم تلوين خاصه لو انت حاجات تشغلهم يعني، حاجات تشغلهم عشان ما يزنوش كتير. فدي كان هو ملوش علاقه شويه بالعربيات، بس دي من ضمن الحاجات اللي انا بحب اتكلم. بس لا بس مهمه قوي، لان في كم بيبي بيعيط في العربيه واحنا سايقين، الموضوع ده بيحصل. وطرت وعملت حاجه غلط في السواقه بسبب بسبب الاطفال اكيد. طب يعني انت اصلا مين اللي علمك السواقه نوران؟ يعني نرجع بقى شويه لورا خالص، مين اللي حببك في السواقه؟ هو انا بابايا طبعا، بابايا هو اللي علمني. وانا من الاول عشان كنت حابه، فكنت انا بشوفه يعني بيعمل ايه، يعني انا في مهارات اكتسبتها منه هو بيسوق يعني. هو بيعملها لقطها. حتى هو ما كانش بيقولي عليها في السواقه، وانا كنت بشوفه بيعملها دايركت. فهو والدي اول حد علمني السواقه، وانا اتعلمت في مدرسه بس كانوا حصص قليله قوي، بس انا اعتمدت حتى الركنه اتعلمتها لوحدي يعني، كان كله في الاصل. انا بحس سواقه، بصي سواقه ونيران سنس، انا بحس سواقه سنس. ايوه اللي هو مهما حد علمك انت محتاجه برضو تنفردي بنفسك وتعرفي طريقتك عامله ازاي واستقبالك للامور ازاي لوحدك. انا حتى الركنه دي بحسها سنس قوي. انت عندك مع الوقت بتتظبطي لوحدك وتظبطي مع بتتظبطي مع الوقت، مش في يوم وليله. انا اتعلمت الركنه بعد ما سوقت مثلا، يعني كنت بسوق واوصل لغايه تحت واخلي حد يركنها لي، عارفه اللي هو انا سارقه العربيه، فاهمه؟ فاللي هو قعدت اتعلم الركنه مثلا في 5 6 شهور لغايه ما بقيت اركن لوحدي. ولو غيرتي العربيه هتتعلميها تاني من الاول، لان الدايمنشنز او الابعاد بتاعت العربيه تبقى مختلفه. طب عايزه اسالك، بما انك اتعلمتي مع باباكي واتعلمتي مع مدرسه، مين الاصح ان انا اتعلم مع حد انا اوريدي مرتاح له وفاهم هيفهمني بالراحه، ولا اللي بيبقى شغال في مدرسه او بيعلم الناس بالرولز وبطريقه تعليم السواقه في مدارس تعليم السواقه، هم دول الاصح؟ هو انا والدي علشان اي يعني عموما البني ادم او يعني اب مثلا او اخ او زوج بيعلم البنت او الست بيبقى ما عندوش خلق ومش هيقدر يقول لها كل حاجه. لا وساعات بيبقى خايف، خلي بالك في اباء وامهات اعصابهم خفيفه يعني. ولو بتتعلمي على عربيه جوزك فبيبقى خايف على العربيه طبعا اكتر مني ومنك من الناس كلها يعني بخاف. فهي الفكره انه هي لو هي لقت مدرسه كويسه، المدرسه اللي اتعلمت معاها صراحه ما كانتش افضل حاجه، كنت حاسه ان انا بعيد اللي انا عارفاه يقول لي حاجه جديده يعني. كنت عايزه اقول للكابتن كان يقول لي حاجه جديده انا مش عارفه. فهي الفكره لا تختار المدرسه اللي فعلا بتعلم صح وقواعد المرور وتعلمها الحاجات كلها يعني. ايه قواعد المرور والركنه واختبار الرخصه، لان في اختبار الرخصه فهي لازم تتعلمه. فهي لو هي كمان من نوع، عشان بنات كتير بيبعتوا لي انا بتوتر انا مش عارفه اسوق انا خايفه، فهو محتاجه حد يعلمها كل حاجه. فلو هي ما لقتش ده في حد من يعني من اسرتها، يفضل انها تتعلم احسن تروح مدرسه، بس تكون مدرسه كويسه. وعلى فكره في دلوقتي مدارس سواقه للستات بس، وفي مدارس
النت على الميكست بالظبط. وفي دلوقتي تكاسي ستات وبالابلكيشن ستات. يعني يا جماعه الموضوع ما بقتش سمعتنا وحشه قوي في موضوع السواقه ده زي زمان. طيب في دراسه هاخد رايكم بقى فيها، لان احنا بنتكلم عن سواقه الستات والكلام ده كله. الدراسه دي بتقول ان اكتر ناس بيعملوا حوادث الرجاله، يعني هما لما جم بقى شافوا انتوا عمالين تقولوا الستات سواقتها وحشه وكده، اصلا الدراسات بتقول ان نسبه الحوادث اعلى عند الرجاله. وده طبعا لان هم مش خايفين، ولا احنا السبب في الحوادث يعني؟ احنا السبب هم اللي بيخيشوا ولا ايه؟ لا، هم قلبهم جامد يعني، هم بيجروا وقلبهم جامد. وفي بعض بقى مثلا يعني انا بشوف ان نسبه كبيره من الرجال هم بيتولدوا اصلا بفطره حب العربيات. دي حقيقه يعني، منهم مثلا انا جوزي وابني الاثنين هوس. برضه صح، احنا يعني اسرتنا كلها بتحب العربيات، بس هو فعلا هو طالع بيحب العربيات. ايوه، فهتلاقي نسبه 80 90% من الرجاله اصلا هم عشقهم العربيات. فهو بقى عايز يجرب بقى، خاصه مثلا ان هم بيبداوا السواقه من 18 سنه، عايز عربيه بقى ويبدا يجري ويجرب. فهو بقى بيجي، ممكن طبعا كل ده بيسبب حوادث. فهي بقى دي حاجه المفروض ان الجيل الجديد الاسر الجديده تعلمها لاولادها، ان انت تجيب عربيه وكل حاجه، بس في حدود، في رولز تمشي عليها، في ناس ما تاذيهمش. فهي برده من المنطلق ده، فهم عندهم جرأة شوية وحب عشق للموضوع السيارات ده. طب نوران، تعالي نتكلم على الفيديوهات بتاعتك تاني، ونقول انت بتحضري للفيديوز ازاي؟ يعني هل بتكتبي سكريبت؟ بتجيبي الفكرة منين؟ تقولي لا انا ما اتكلمتش عن الحاجة الفلانية. بتاخدي وقت في التصوير؟ بتعملي مونتاج لنفسك؟ في حد بيساعدك في الفيديوهات ولا لا؟ لا انا اللي بعمل كل حاجة. يعني الافكار ساعات بتجيلي، مثلا ابقى انا وجوزي عند الميكانيكي يحصل عطل، انا بيجيلي الفكرة مثلا من العطل ده. يشخص هو عطل، فانا تجيلي ان انا فكره ان انا اتكلم عن مثلا العطل ده. طبعا من الرسائل اللي بتجيلي افكار من الرسائل. طبعا انت نزله الميكانيكي دي خروجه بالنسبه لي. يعني بس انا عمري بس انا عمري ما رحت، يعني عمري ما انا وقفت مع عمري في حياتي ما وقفت مع ميكانيكي. يعني اخر مثلا اروح اودي العربيه وجوزي بقى هو اللي يتابع. يعني ما كنت لسه اقول لك بصراحه، يعني انا الثقافه دي كبنات قبل كده لا اروح. انا مش فاكره الحرفيين رحتها دي، يمكن مع والدي زمان، بس انا عمري ما وقفت مع ميكانيكي. ما انا بصراحه برده ما عنديش معلومات فعلا عن الميكانيكي، لان انت دايما اي ست بتدي العربيه بتاعها لاخوها لجوزها لباباها، هو بابا شوف لي في ايه، اتصرف مع الراجل. يعني عمري ما شفت مثلا في الميكانيكي واحده واقفه مع ست واقفه معاه الا نادرا. لا يعني في طبعا يعني نادرا، ما انا بقول لك نادرا. بس هو الاحسن انت دايما بتصدريها للرجاله، خد شوفها في ايه، عشان انا مش عارفه لو فهم مثلا، لو قال لك مش عارفه بوجيهات ايه، انا مش عارفه ارد عليه، غير هقول له ايه بس شوف اللي صالح للعربيه، شوف المناسب ليها واعمله. انا فعلا من الناس اللي مش هعرف اتكلم معايا، فاهمه؟ في الحالات دي بنفضل التوكيل مش الميكانيكي. عشان يعني انت كده حالتك او حد يجي معايا، يعني واحده واحده، اصل لازم اتعود برضو. انا ضد الفكره دي. بس انا اتفق معاكي في فكره ان هي لو الست عندها حد بيساعدها هي ما تروحش تقف عند ميكانيكي. انا بصراحه اتفق جدا في النقطه دي، الا لو هي، علشان يعني بحس انه هي يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، بس حاسه انه هي يفضل انها تبقى قاعده في البيت، مفيش داعي انها تنزل تتعامل مع فئات بس معينه. بقى من بقى في مهندسات لما انا كنت لسه بقى جايه لك في النقطه دي، وبقى في ورش اصلا المهندسه فيها اللي بتتعامل وتفك وتركب وتحل مكنه زي ما بيقولوا. ده وبيشتغلوا وبيشتغلوا في اي عربيات كمان، بيشتغلوا في عربيات يعني معقده، اوروبيه معقده. فلا يعني انا بقى دي النقطه اللي كنت اقول، الا لو هي حابه، لو هي حابه المجال ده. في بنات بتبعت لي تقول لي انا عايزه اخد كورس ميكانيك، انا مش خريجه هندسه بس عايزه اخد كورس. وفي فعلا على فكره زمايل ليا في المجال بيدوا كورسات الا لو هي حابه. لو هي حابه لا تروح تشوف وتجرب، لكن لو هي مش حابه خلاص خليه هو يروح يعيش حياته مع الميكانيكي. هي فعلا فكره باشن، في حد أيوة بيحب العربيات وبيحب تفاصيلها. في ناس العربيه بتاعتهم يسوها ولا اكنها اختها يعني. ايوه لا، وفي ناس بتحب تعرف التفاصيل، انا ايه اللي بايظ عندي، طب وده ايه، وده لو سبته هيأثر على ايه بعد كده. زي حاجات زي مثلا تيلي الفرامل، ما انت لو سبته هيتطلع لطنابير، هتطلع لي مش عارفه ايه. في حاجات كده الناس بتجري ورا المعلومه، وفي ناس يقول لك مش ستيل بايظ غيره. بتستسهل، مش ما اعرفش ايه، طب اعمله. بتستسهل، هو بتحبيها او ما بتحبهاش، انت عندك حب للحته دي عشان كده كملتي فيها. صح بالظبط. وبعدين في ستات ما بيبقاش عندها حد يساعدها، فهي غصب عنها مضطره بقى تشيل الليله. أيوة. لو واحده مسافره لوحدها قاعده مغتربه ومعاها عربيتها، ما خلاص انت اللي هتشيلي نفسك. طيب نوران، ايه اكتر فيديوهات كان عليها ريتش جامد، يعني حسيتي ان الفيديو ده لما نزلتيه او كلمتي عن الموضوع او توبيك الفلاني كان جاب تفاعل حلو قوي مع الناس؟ انواع العربيات والمميزات والعيوب بتاعتها، يعني دي من اكتر
الحاجات اللي بتطلب مني ان انا اتكلم عن العربيات وايه العربيات مثلا المناسبه للستات، ايه مثلا النوع ده من العربيه كويس ولا لا. فهي دي اكتر حاجات بتطلب مني واكتر حاجات بتجيب مشاهدات، واسعارهم يعني بالذات الاسعار. انت بتسالي على الاسعار طبعا على الأسعار. بصي ده موضوع صعب كبير. قوي لان اسعار السيارات الفتره اللي احنا فيها دي متغيرة. متفاوت لا ومتفاوت يعني ممكن تلاقيها في اجانس بسعر معين، في التوكيل بسعر بالزبط. معين فيها مش عارفه حته ثالثه بسعر ثالث. فانت ازاي بتقدري تعملي كده؟ انا دايما بقول المتوسط يعني مش بدي سعر الرينج الرينج وهم كمان لو بيتكلموا في حاجات مستعمله فالمستعمل بيبقى الرينج فيه معروف شويه بيبقى معروف شويه طبعا بيبقى فيه تغير ممكن في يوم وليله اصلا سعر يتغير بس دايما بقول المتوسط بس هي دي اكتر حاجه هم بيحبوا ان هم يطلبوها يعني. انواع العربيات والمناسب للستات طيب. واسعارها وكلامها وقطع الغيار بتتكلمي عن قطع الغيار؟ بتكلم على الحاجات اللي هي الاساسيه اللي هي ليها مثلا مده معينه، هي قطع العربيه كل قطعه ليها عمر افتراضي طبعا. فهم دايما برضو بيسالوني مثلا اغير ده امتى وده اغير ده امتى. هي اهم حاجه برضو انها كتالوج العربيه، ده من الحاجات اللي بتتنسي في درج التابلو. يعني مثلا ممكن حد بيجيب عربيه ما يفتحش الكتالوج ده ورا مره أصلاً. هو بيروح التوكيل يغير ويمشي او حتى بيروح لميكانيكي عارفه هو مش عارف امتى مثلا اغير زيت امتى اغير بوجيهات. طب مواصفه الزيت بتاعتي اصلا ايه؟ ايه مواصفه الزيت اللي العربيه بتاخده؟ صح مش كل العربيات بتاخد نفس نوع الزيت. ايه نوع ميه الرادياتير اللي هي الميه المخصصه الخضراء ولا مش عارفه بالظبط والحمراء والخضراء فدي كلها حاجات في الكتالوج مهم جدا ان هي تطلع عليها عشان تعرفها. ده مهم قوي بس احنا بنساعد بنكسل كتير. وكل عربيه يعني. مختلفه عن الثانيه على فكره حسب مواصفات العربيه فدي. طب ايه رايك في موضوع وطبعا هو تكنولوجي جايه بقوه وهي عربيات الكهرباء؟ ناس كتير قوي اتجهت ان هي بتفكر طب ما هو ده دي حاجه جايه بقوه، طب ما هي اسعارها كمان كويسه مش وحشه احسن من العربيات الثانيه. طبعا هي بتفاوت بس عربيات الكهرباء يعني حاساها الفتره اللي جايه بقوه. انت رايك فيها ايه؟ هي العربيات الكهرباء طبعا يعني مميزاتها انها صديقه للبيئه يعني دي ميزه حلوه قوي فيها انها صديقه للبيئه مفيش بقى انبعاثات والكلام ده بس وصيانتها برضو رخيصه مش بتعمل صيانه بقى كل شويه وكده. بس هي الفكره كلها انه هي في ناس بتعشق البنزين، في ناس مش بتقدر على فكره انها تسوق عربيه كهرباء. كمان موضوع المايلز ده ان هو يعني بتمشي مايلز معينه او بتمشي مسافه معينه ده برضو مش بيقلق الشخص. بيقلق الشخص اصلا. طب انا مين اللي قال لي انا طالع طريق طويل قوي مسافر بالعربيه بالزبط. مين اللي قال ان انا هلاقي مكان اشحن منه في نص الطريق؟ لسه احنا ما هيئناش القصه قوي في مصر ان احنا يبقى عندنا في كل مكان محطه بالزبط. للكهرباء. بس انا حاساها جايه قوي. انا لسه كنت هقول يعني حاساها جايه ده المستقبل يعني خاصه بعد ما فتح موضوع الاستيراد ده بقى فيه بيستوردوا كتير عربيات بالذات كهربائيه. وفي دلوقتي بوث يعني كهرباء وبنزين مع بعض. طبعا الاثنين مع بعض بس الكهرباء السوق بدا يفتح فيها عكس ما قبل كده. الفكره اللي لينا قالتها اللي هو الاثنين كهرباء مع بنزين دي هتبقى اكتر حاجه بالزبط. ماشيه في الفتره اللي جايه علشان انا عايزه اواكب اللي بيحصل وعايزه برضه ابقى عايش في امان في السيف سايد بس حقيقة. علشان يوصل الموضوع برضه ان الكهرباء تبقى زي البنزين ده مش سهل يعني هياخد لا قدام محتاج سنين قدام ولا بس انا حاساها من الحاجات البروميسنج قوي اللي جايه في الطريق اكيد. طيب نوران بقى شايفه موضوع العربيات بتاع اسعار العربيات الغريب ده اللي احنا كل يوم بنشوف ارقام مختلفه، حاسه الموضوع فيه امل ان هو العربيات ممكن ترخص في يوم ما ولا هتفضل كده؟ هو يعني انا صراحه حاسه انه مش سهل انها ترخص، يعني يا اما هتثبت يا اما هتغلى، يعني دي وجهه نظري، مفيش عربيات هترخص، بس الفكره كلها انه في امل لو في ظروف اتغيرت في الفتره اللي جايه في امل ان السوق يهدى شويه، الواحد يهدى شويه، بعدين في موديلات جديده بتنزل، يعني كل شويه حاسه ان يعني رغم الاسعار العاليه في عربيات بتنزل عربيات جديده، ممكن تبقى مناسبه شويه، طبعا سعرها بالنسبه لقبل كده مش بس في محاوله ان هم ينعشوا شويه ان في عربيات اقتصاديه شويه، طبعا مش هتتسمى اقتصاديه، بس بالنسبه يعني مواصفة العربية فهم بيحاولوا ينعشوا السوق شوية بفكرة انه في عربيات ممكن حد يقدر يشتريها ولكن في الفترة الحالية اعتقد انها تفضل يبقى الحال كما هو عليه. طيب كنت عايزة اسألك على اكتر اسئلة شائعة جايالك الفترة دي على الدي امز من البنات وعايزينك تعملي عليها فيديوهات. من الحاجات المهمه اللي هم برضو على طول بيكلموني فيها فكره ازاي ما تخافش من السواقه، دي اسئله بتجيلي كتير قوي انا خايفه، في بنات تقولي انا اتعلمت وبعدين وقفت، طب انت وقفتي ليه؟ ما هو اساس السواقه كله في الممارسه، انت لو ما اتعلمتي وقعدتي يبقى ما عملتيش حاجه، لو جيتي هتنسي اصلا هتنسي. فقلت لها كمان السواقه التعليم السواقه مختلف عن السوق عن سوري الشارع، يعني انت هتتعلمي حاجه
هتتفاجئي مثلا بميكروباص بيكسر عليكي، هتتفاجئي بتوك توك، هتتفاجئي. ففي معاملات مختلفه في الشارع غير اللي انت هتتعلمي، فانت محتاجه تاخدي خبره الشارع، يعني تلتزمي بقواعد المرور مع انك تاخدي وعادي لو العربيه اتخبطت ولا حصل حاجه لا قدر الله، ده كلنا في الاول اكيد يعني ما كناش، ما حدش يعني ما سلمش من الحاجات اللي انت قلتيها، لو حد كسر عليكي اصل كمان السواقه يعني انت بتتفادي اخطاء الغير، ساعات ممكن ما تكونش اخطائك على طول، حاجات جنبك حاجات حواليكي بتحصل، لو انا مالي اصلا باللي بيحصل فجاه ليه. ايوه دي حقيقه. طب انت حصل معاكي قبل كده مواقف صعبه ان انت برضو انت قدوه في الحته دي، اللي هو البنات بتاخدك كواحده جريئه بتحب العربيات بتحب تتوغلي في الميكانيكا والكلام ده كله، انت قبل كده حصل معاكي مواقف ما عرفتيش تتصرفي فيها او مواقف صعبه في الطريق؟ الصراحه لا، كلها المواقف العاديه يعني حد يكسر، حد يقف فجاه. انا كمان بقى عندي كمان في حته بتيجي مع الوقت، فكره انك تتوقعي الخطا دي برضو بتيجي مع السواقه، خلاص انا ببقى عارفه اللي قدامي هيتصرف بيفكر ازاي، هيروح يمين ولا شمال، خلاص ببقى عارفه. فهي الحاجات دي بتخليكي مع الوقت انت خلاص تاخدي خبره، لما تلاقي حد مثلا بيجري وراكي انت بتوسعي له الطريق وتريحي دماغك. مثال يعني ميكروباص ماشي على اليمين انت امشي اقصى الشمال وريحي دماغك، ابعد عن الشر وغني له، ابعد عن الشر وغني له. حد مثلا ماشي بطيء ومش عارف هو رايح فين برضو تتجنبيه، فهي بتيجي بالخبره برضو انك وده برضو طبعا راجع كمان دلوقتي بقى فيه ما شاء الله شبكه طرق خطيره جدا في كل حته، وسعت علينا الطرق بقى فيه عدد كبير من الحارات او اللينز او اللاينز اللي بقى فيه تطور كويس جدا فيها في الطرق، فبقى في مكان ان الستات يسوقوا بشكل امن اكتر. وطبعا انت اكيد عملتي فيديو او لسه تعملي انه عرفتيهم الحارات ان بتتقسم لسرعات، يعني اللي مش عايز يبقى في خطر او مش عايز يمشي بسرعه بيمشي على اليمين. فطبعا دي من الحاجات المهمه اللي لازم دي على طول بقى يعني بقولها حتى مثلا في الستوري، انا ساعات بتكلم في ناس يعني بحس برضو ان نسبه كبيره من الشارع بيمشوا على الشمال بالراحه، طب ليه؟ يعني مثلا حتى كمان في وقت المدارس ده الصبح تلاقي ناس ماشيه بارده جدا، يا جماعه في ايه يا جماعه، الناس عايزه توصل ايوه يعني عندها شغلها بعد كده بالظبط، وعايزين يودوا ولادكم ايه يا جماعه، يعني الشمال للحقر السريع اللي عايز ينجز اللي عايز يروح شغله، انت جايب الكافي بتاعك او يعني اي حد جايب الكافي بتاعه يا جماعه اشربها على اليمين، اقف على اليمين واشربها براحتك براحتك خالص، بس الشمال سريع. انما المعاناه فعلا مع الناس اللي مش عارفه فكره الشمال دي. طب نوران انت بتستخدمي الجي بي اس؟ يعني الجي بي اس طبعا كل الناس فاتحاه وهي عشان تروح اي طريق. انا من الناس بصراحه اللي بكون عارفه اللي هو متربصه جدا بالجي بي اس لان ساعات بيسوح قوي. انت من الناس اللي بتستخدمي الجي بي اس وانت سايقه؟ بستخدمه بس مش كتير. انا كمان بتجنب ان انا اروح اماكن كتير مش عارفاها، يعني انا حتى دي من النصايح اللي انا بقولها في اول السواقه، بس انا لحد دلوقتي بصراحه بطبقها، مش بحب اروح مكان انا مش عارفاه، او اول مره مثلا يعني بروح مره في الثانيه عشان اعرف، بس مش بحب ان انا اروح مكان بعيد انا مش عارفاه او مش عارفه طريقه. فدي برضو من النصايح اللي بقولها في اول السواقه، خديها واحده واحده، مش لازم تروحي مثلا ما تكونيش انت في اكتوبر رايحه اخر التجمع لوحدك، او مثلا مش عارف او في ساعات متاخره من الليل. ايوه بالظبط كده. بس انا طبعا لا بستخدمه مع الوقت، خلاص بقى مضطره مثلا اروح مشاوير حاجات تخص ولادي وكده، فطبعا بستخدمه يعني. بس هو بيسوح ساعات او كتير يعني بيسوح جامد بيطلعك يدخلك في منطقه ثانيه تماما. طب نوران ناويه تطوري مثلا من المحتوى بتاعك الفتره الجايه ازاي؟ انا حاليا بصور بقى تجارب اداء للعربيات، يعني عملت حوالي 4 فيديوهات عن تجارب اداء العربيه بكل المواصفات بتاعتها، وانا بجربها وبقول لهم رايي فيها، فده اللي انا حابه ان انا انه ده اكتر حاجه بتطلب مني، موضوع ريفيوهات عن العربيات. فده اتجاه ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني باذن الله. طب حلو قوي. بتتابعي بقى اخبار العربيات بره بقى مصر عالميا؟ بتتابعي وتشوفي ايه الجديد وايه اللي مش عارفه الحاجات اللي بحبها قوي الصراحه؟ بحب دايما اجيب من مصادر برضو بيبقوا مثلا خارجيه، بيبقى مثلا بعرف الفكر اللي هيحصل ايه بره، التطور اللي بيحصل ايه بره، ايه اللي مختلف هيحصل جديد. لا فدي حاجه اكيد دي حاجه برضو انت بحبها جدا، ده من زمان من ايام البرامج اللي كانت بتيجي بتخص العربيات، برامج مشهوره جدا كنت بحب جدا ده من وانا صغيره جدا، يعني بحب جدا اتفرج على الحاجات دي يعني. طيب نوران عايزاكي تكلمينا كده سريعا، تقولي لنا كده تيبس للبنات اللي بتتفرج علينا وكمان الرجاله برضو، يعني تمام كل الناس اللي بتتفرج علينا، مثلا لما اجي انا لسه واحده مبتدئه في السواقه المفروض ان انا امشي على سرعه كام، ايه التعليمات، ايه حاجات التعليمات برضو السلامه مهمه جدا جدا ان انا حتى اكون مامنه نفسي في عربيتي، الكلام ده كله ايه تيبس اند تريكس كده سريعا ممكن نفيد بيها الناس؟ هي اول حاجه تتعلم السواقه كويس، دي كده بدايه الطريق انها تتعلم صح وتتعلم بقواعد المرور.
تاني حاجة إنها تعرف بعض المعلومات عن عربيتها، زي ما قلت لو حتى هي مش هتروح للميكانيكي بنفسها، في حد بيساعدها، بس لازم هي تبقى عارفة حاجات تساعدها حتى إنها ما تتوترش لو حصل موقف معاها، تركن بهدوء، ما تخبطش حد، تركن بهدوء وتستنى المساعدة، يعني حد يساعدها. اللي هو هي قلقانة في الأول تمشي على الحارة اللي جنب اليمين، مش اليمين خالص، لأن اليمين خالص برضه في عربيات كتير بتقف. أيوة لو حصل مشكلة الحارة اللي جنبها. تاخد طريقها دايما بدري زي ما قلت، دي برضو الحاجات اللي بتوتر الستات جدا. انت عارفه مثلا يوترن، خلاص انت تاخدي اتجاه اليوترن من بدري، داخله دي من بدري، احفظي طريقك كويس، دي برضو من النقط المهمه جدا، احفظي الطريق بتاعك كويس عشان ما يحصلش توتر وانت ماشيه. ان انت برضو لو انت حابه ان انت تعرفي تتعمقي اكتر، دي حاجه حلوه قوي انك تبقي عارفه، عشان فعلا ما حدش يضحك عليكي مثلا في حاجه تخص الصيانه، اقري كتير، تعمقي كتير، في فيديوهات كتير بتكلمك عن مثلا العطل ده 1 2 3 بس، هو ما فيش غير 1 2 3، فلو الميكانيكي قالك غير كده يبقى ده بيحور، فده مهم جدا انها تعرف النقط المهمه والاعطال، مثلا الاصوات اللي بتسمعها ايه في العربيه، فدي نقطه مهمه. اخر حاجه، لو هي عايزه تعمل اي حاجه زي انها تتكلم في التليفون، تشرب، تحط ميك اب، لازم تركن على جنب، لان الموضوع ده صراحه على الستات ساعات بشوفه بيحطوا شويه ماشي كتير ومسكره طب نوران انا عايزه العب معاكي لعبه صغيره. تمام. هسالك على 3 حاجات تقولي لي ايه هم، ماشي؟ تمام. نفك. انت بتختبريها ولا ايه؟ امال. ربنا يستر. السربنتينه هي بتبقى موجوده فين، يا ايه وظيفتها؟ هي في التكييف، سربنتينه التكييف. صح. بس ده انا عارفاها، ده انا كواحده فاشله عارفاها في السواقه وفي العربيه. استني هنسال حاجه ثانيه. الطنابير لو باظت بيحصل ايه؟ الطنابير مش هتفرمل، هي مش هتقفش اصلا على التيل، مش يعني هيحصل احتكاك، ومش الفرامل هتضعف، هيبقى فيها مشكله. طيب اعرف منين ان الشكمان فيه مشكله؟ لو لقيتي بالذات الدخان الابيض، لان ده دليل ان في احتمال كبير تكون المحرك فيه مشكله. انا خلصت 3 حاجات. خلاص صراحة. ليه مش بنفول العربيه للاخر؟ بيقول لك ما تفولوهاش للاخر في الصيف بس، صح؟ بصي هو الكلام ده فيه نقطتين، يعني النقطه اللي بتتقال دايما علشان في شوائب تحت التانك ما يسحبش الشوائب اللي تحت خالص مع البنزين، وده خاطئ، لانه كده كده اصلا ترمبه البنزين بتسحب من اخر نقطه في التانك، فهي كده كده هتسحب كله. الفكره كلها ان البنزين هو اللي بيبرد قلب الترمبه، هو كده كده هو يعني طول ما هو موجود هو ماشي في قلب الترمبه بيبردها. بس الفكره ان انا كل ما اسيب التانك للاخر ده بيجهدها، اسيبه يفضى فمفيش حاجه يعني بيبردها. فهي الفكره كلها ان الصح ان انا ما اخلوش للاخر او ما افضلش افضيه علشان يفضل يبرد قلب الترمبه، عشان الترمبه دي يعني عطلها رخم من الحاجات اللي هتوقف بيك العربيه وونش بقى. ايوه دي حقيقه. لا وممكن ثبت المؤشر اصلا بيبقى بايظ، اللي هو يقول لك هي مفوله تمام امان. أيوة. فتطلعي على الدائري فتلاقي عارفه اصلا ترمبه البنزين طلعت بايظه اصلا وبتشتغلني وهي مش ولا متفوله ولا حاجه. فهي يعني الفكره كلها في فكره انه هي بتطول العمر الافتراضي لترمبه البنزين، ان هو يفضل على الاقل مثلا الربع، يعني ما ينزلش عن كده، او ما يفضلش يفضل ايه ننزل ونفول وينزل كده. يعني العمر الافتراضي للكاوتش كام كيلو؟ هي دي اختلف عليها ناس كتير، في ناس اصلا بتقول لك ان هو على حسب الاستخدام، يعني ايه يعني لو انا بمشي في طرق واسعه ونظيفه وما فيهاش اي مشاكل او تكسير، في ناس بتقول لك اصلا مش لايف تايم، بمعنى لايف تايم بس لما هو يعني يستهلك مني اغيره، وفي ناس بتقول من 3 لـ5 سنين ايهما اقرب، او سوري من 3 لـ5 سنين او لحد 50,000 كيلو يعني ايهما اقرب، فهي على حسب انا عايشه فين، حسب استخدامي ايه. فدي في حاجه انت كمان قلتيها في الاول برضو لازم ننبه الناس عنها، لانه يمكن انت عشان خبرتك عارفاها، العمر مش بس الافتراضي للكاوتش اللي هو ال 50,000 كيلو اللي كلنا عارفينه، كمان سنه الصنع انتاج الكاوتش، لانه في ناس بتروح تغير، يعني طبعا انا مش بتكلم ان في ناس مع يعني بتبيع حاجات مش بتكون صالحه او كده، بس ممكن مش معروف يعني قوي، لو مكان انت مش ضمناه ممكن تكون الكاوتش نفسها سليمه جديده مقفوله وتاريخ لا تاريخ الصنع بتاعها زي تاريخ الصلاحيه كده، هي بقى لها كتير قوي متصنعه فنشفت بالظبط، فمجرد ما هتركبيها كام شهر وهتبوظ قبل ال 50,000 كيلو بكتير بالزبط. فبرضو يعني مينيمم او اخر تاريخ اقدر اخد فيه الكاوتش قد ايه سنة صنع، او هي سنة الصنع هي الاساس، ومن بدايتها بنبدا نحسب، يعني هو يعني ده الفكرة. مثلا انا دلوقتي رايح اشتري كاوتش فاجيب من 23 يعني سنه بالظبط سنه الصنع، لانه ممكن انت تجيبي انتاج مثلا 22 او 21 مثلا 21 او غيره، انت ما بتبقيش عارفه اصلا، انت بالنسبه لك هي مقفوله دي جديده، هي في نقطه بس كمان هي نشفت
على طول ممكن تبقى عرضه ان هي تفرقع بسرعه. في نقطه مهمه عن الكاوتش ان هو اهم حاجه انها تختار الاربع كاوتشات نفس النقشه. نفس النقشه بالظبط. الحاجه الثانيه لو مكتوب انسايد اوتسايد لازم تتركب كل واحده في مكانها، ما ينفعش حد يعني يعكسها. لو طبعا دي لو رايحه الواحد اي مش فاهم يركب لها اي حاجه، الاوتسايد جوه والانسايد بره، دي من النقط المهمه جدا عشان يمشي في مساره، يعني يؤدي مهمته صح الكاوتش يعني. دي من المهم انها تاخد بالها منها. نوران ثانك يو، ميرسي على المعلومات الحلوه دي. ومبسوطه ان محتواكي مختلف، يعني مش بنات كتير قوي بتعمله، نادر جدا ان البنات تكون بتعمل محتوى زي ده، فانت مميزه فيه. اخترتي الحاجه اللي انت تحبيها عشان تتكلمي عليها وتوصلي صوتك فيها، فبشكرك جدا وميرسي على المعلومات الحلوه وكيب جوينج بقى. ربنا يخليكي. ميرسي يا نوران، نورتينا. تنورك، ربنا يخليكي. وصراحه انت عندك معلومات حلوه وفعلا تقدمي محتوى مختلف، لان بتحاولي تغيري الصوره النمطيه، لان الستات ما بتعرفش تسوق، الستات ما بتفهمش ميكانيكا، الستات ملهاش في السواقه اصلا. فبرافو عليكي. شكرا نوران، ربنا يخليكي. نورتينا في عيش سعيد. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا في حلقتنا النهارده. نشوفكم حلقات تانيه من عيش سعيد. باي باي. عيش سعيد، لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليه دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد.